الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس بلاغ للسيد الاستاذ كرم جبر استاذ كرم جبر رئيس مجلس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاستاذ كرم من حوالي اسبوعين عمل اجتماع عشان نتكلم عن مسودة أو ميثاق الإعلام الرياضي خلال الفترة السابقة والحقيقة لما أنا كنت متواجد في هذا الاجتماع ولما سئلت إيه المشاكل أو قلت لهم يا جماعة إحنا في قناة أنا شخصيا في قناة فئوية بتكلم عن النادي الأهلي وكل يهمني إن أنا أتكلم عن الحقيقة ما عنديش مشكلة إن الكل يجتهد ما عنديش مشكلة إن الكل يجتهد لكن اجتهد ولكن في الحقيقة اجتهد في الحقيقه امبارح وانا البلاغ ده على الهوا بوصله للاستاذ كرم جابر ولانه كرم جابر لانه الاستاذ كرم الحقيقه كان واضح جدا وصريح معانا في هذا الاجتماع واتكلمنا في كل ما يخص هذه الامور وكان في مجموعه من اللي موجوده معانا في هذا الاجتماع طلعت امبارح وقالت كلام غير صحيح بعيد عن الحقيقه هذه المشكله بالنسبه لي بس ما عنديش مشكله ان كل المصريين وكل اخواتنا واصدقائنا اللي في المواقع والصحفيين ان هم يجتهدوا مفيش اي مشكله وده حصل كتير الفتره اللي فاتت ولكن ان انت تجتهد في غير الحقيقه هي دي المشكله بالنسبه لي ان انت تاخد الموضوع الغير حقيقي اللي سهل قوي ان هو يثبت بالمناسبه انا قلت لحضراتكم امبارح قلت لحضراتكم امبارح خليني أسمع حضراتكم انا اسف انا في الطبيعي ما بعملش هذا الامر ولكن انا بس حابب لان انا من امبارح للنهارده انا شخصيا وقناه الاهلي بتتعرض لحمله غريبه جدا. بتتعرض لحمله غريبه جدا من ساعه ما قلنا ان بيرسي تاو مش مصاب طالما ما حدش كتب حاجه على الموقع الرسمي وما فيش حاجه اتقالت من الموقع الرسمي، طالما انا بقول لحضراتكم كده يبقى انا عارف ان هو كويس. يبقى انا عارف ان هو كويس. لكن انا حوري لحضراتكم الكلام اللي انا قلته امبارح امبارح مش من اسبوع امبارح علشان تعرفوا ان كل الناس اللي بتكذب ما بتقولش الحقيقه كل الناس اللي بتكذب ما بتقولش الحقيقه لازم تبقوا واخدين بالكم وانا عارف ان انتوا بتعملوا كده ليه منهم للاسف الشديد ناس كانت قاعده في هذا الاجتماع يا استاذ كرم ناس كانت قاعده في الاجتماع اللي حضرتك قلت فيه ان احنا عايزين نحافظ على ميثاق الشرف الاعلامي ونحافظ على كذا والناس دي كانت مثار اعتراض من الجميع ولكن اوكي موجودين في الاخر اللي بيعزم هو حر او اللي عايز الناس دي تبقى موجوده هو حر طبعا لكن يا فندم انا بقول لحضرتك ان الكلام اللي اتقال امبارح من البعض كان بيحاول منه الغرض منه فقط ايه ان انا اشوه صوره النادي الاهلي ان انا اشوه صوره محمود الخطيب ان انا اشوه صوره مجلس اداره الاهلي وشكك في قدرات لاعبين ايه الفلوس اللي مرميه على الارض اللي انتوا عمالين ترموها على فكره بيرسي تاو ممكن يتصاب لا قدر الله بكره حدش عارف ايه اللي هيحصل ولكن انا بتكلم على المصداقيه في الاعلام بتكلم على مدونه السلوك في الاعلام الرياضي اللي احنا اتكلمنا فيها وكنا قاعدين وانا لما قلت قلت كل اللي انا كنت عايز اقوله او اللي انا قلته في هذا الامر قلت لهم يا جماعه انا في قناه فئويه وبالتالي انا دايما بدافع عن الندية ولكن بالحق وفي الحقيقه فانا الحقيقه من امبارح للنهارده بنتعرض لظلم انت يا عم اسلام كل حاجه الناس كلها كاتبه ان بيرسي تاو اتصاب وانت الوحيد اللي قلت ان بيرسي تاو مش مصاب ايوه انا الوحيد اللي قلت ان بيرسي تاو مش مصاب لان انا متاكد ان بيرسي تاو مش مصاب هو انا مش ممكن هطلع اقول لجمهور الاهلي حاجه غلط استحاله يعني استحاله فمن امبارح للنهارده زي ما بقول لحضراتكم كده وكل او بعض من لا يشجع النادي الاهلي كلهم رايحين في اتجاه ايه؟ ادي آه القناه بتاعتكم اهي تكذب عليكم بتقول لكم كلام اي كلام آه اللي حضراتكم شايفينه ده اي آه كلام طيب خليني اوري حضراتكم انا قلت امبارح. النهارده الحقيقه كان في كلام خرج ان اصابه بيرسي تاو بتمزق. إصابة بيرسي تاو بتمزق، في كلام خلال النهارده طول النهار كان في ناس بتتكلم في هذا الأمر. اللي عايز أقوله لحضراتكم الحقيقة يعني. النهارده التمرينة كانت فين؟ في الجيم. التمرين كان في الجيم. التمرين كان استشفى عبارة عن إيه التمرين النهارده؟ للناس اللي لعبت الفترة اللي فاتت اللي هو كان واحد منهم بيرسي تاو تمرين كان في الجيم شوية حاجات كده ايه بتقف في الجيم انا حواري حضرات حضراتكم معلش بتقف تعمل شوية ايه حاجة اسمها استشفاء تمسك العضلة تعمل شوية حاجات بايديك تعمل شوية حاجات على الرجلين الامامية الخلفية الضمة وانت واقف كده حاجة يعني 10 دقايق ربع ساعة وبعدين تخش تعمل الاستشفاء بتاعك و النهاردة خبر غريب بالنسبة لي هو خبر غريب جدا جدا الحقيقة انا يا جماعه هو النهارده النادي الاهلي اتمرن في ناس طبعا اتمرنت هل الموقع الرسمي كتب حاجه ما هو ما هو اي حد مصاب اي حد مصاب في الدنيا ما هو لازم ما هو هيتعرف يا جماعه ان هو مصاب فنكتب على الموقع الرسمي قناه النادي الاهلي قالت حاجه ما قالتش حاجه قناه الـ الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال حاجه ما قالش حاجه طب احنا بنتكلم في ايه طيب هل لو الخبر ده طلع غلط نحاسب مين؟ حقيقه انا بقعد يعني لما بقعد كده اتكلم عن الموضوع ده تحديدا ماشي في لما بالمنطق بالمنطق وبالعقل لاعب او الفريق النهارده فريق النادي الاهلي النهارده محدش اتمرن في الملعب الناس كلها اتمرنت في الجيم واستشفى انا لسه قاري الخبر اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بخوض جلسات استشفائية اليوم وذلك وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني يعني وهو قاعد بيتدلك جاله مزق مش عارف كاتبين مزق فين يا شباب قولوا كده مزق في العضله الاماميه مش عارف ولا الخلفيه حاجه كده فهل بيرسي تاو هو بيتدلك مثلا جاله مزق مش عارف ما اعرفش ما عنديش فكره الحقيقه ايه اللي بيحصل في الموضوع ده طيب هل لو الموضوع ده انا بقول هل لو الموضوع ده طلع غلط نعمل ايه؟ ما نشوف ايه اللي هيحصل بكره هيبقى في تمرين بعده هيبقى في تمرين اي حد مصاب هتلاقي الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيقول اصله هو حد مصاب لو انا مثلا عندي أه اسلام الشاطر ده بيلعب باك رايت ومصاب هل ينفع اخبي واقول ان اسلام الشاطر مش مصاب؟ هيبان يا جماعه كل حاجه بتبان مفيش حاجه ما بتبانش ليه الناس بتطلع تتكلم وليه الناس بتطلع تشوف ما بكره ننتظر لبكره قد يكون وقد لا يكون محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل بكره ولا موقع رسمي قال ولا قناه اهلي قالت يبقى بنتكلم في ايه يعني ولا الموقع الرسمي قال ولا قناه النادي الاهلي قالت حاسب مين يعني من امبارح للنهارده مش انا حاسب مين طبعا ولكن من امبارح للنهارده الكلام كله على ان يعني يا جماعه اصله اللاعب ده عنده اصابه مزمنه اللاعب ده النادي الاهلي دفع فيه فلوس بيرمي النادي الاهلي ده يا جماعه بيرمي الخطيب ده فاشل هو ده الموضوع الخطيب ده فاشل النادي الاهلي بيرمي فلوسه في الارض اه والله العظيم هو ده الكلام اللي اتقال اقروا كده وشوفوا الكلام اللي انا متاكد ان حضراتكم عارفين من امبارح للنهارده ايه اللي بيحصل من امبارح للنهارده كلنا قاعدين مستنيين بيرسي تاو هينزل انا كنت عارف طب لكن كلنا مستنيين الناس كلها مستنيه بيرسي تاو هينزل التمرين مش هينزل بيرسي تاو نزل التمرين واتمرن وعمل التمرين الجماعيه كلها ده انا حتى شفت بعد كده بيقول لك ايه جايبين صوره لبيرسي تاو والله بجد جايبين صوره لبيرسي تاو لوحده وهو واقف عادي معرفش اعرفش جابوها ازاي لوحده بينط الكوره بيقول لك اهو بص ما بيتمرنش مع الفرقه بيتمرن لوحده مش للدرجات يا جماعه يعني مش للدرجات دي هو أنا لو عندي لعيب مصاب ما أنا هطلع أقول إن هو مصاب، هو في يا جماعة؟ هل الحرب الإعلامية تصل لهذه الدرجة؟ أهو، أدي الراجل في التدريب النهاردة أهو. هل الموضوع يصل إن أنت عايز توصل للناس إن أنت صح والباقي كله غلط؟ زي ما بقول لحضراتكم أنا من إمبارح للنهاردة كل الناس بتتكلم إن ما فيش برنامج رياضي ومفيش موقع رياضي قليل جدا ومفيش اي حد اتكلم عن الموضوع ده امبارح وقال ان بيرسي تاو مش مصاب بل وتم تحديد ان بيرسي تاو مصاب عنده مزق في العضله الاماميه وهيقعد من اربع لست اسابيع طب اقول لحضراتكم حاجه انا معرفش هل هيتقبلها مني دكتور احمد ابو عبله ولا لا ولكن انا هقولها على الهوا النهارده كان في مكالمة طويلة جدا مع دكتور احمد ابو عبد هذا الرجل يستحق. قال لي يا كابتن اسلام الراجل ده راجل محترم جدا. قال لي اسلام بص الموضوع بسيط لعيب زي بيرسي تاو زيه زي بقية المجموعة اللي موجودة عندنا 30 او 35 لعيب كلهم واحد بالنسبة لي. قال لي فمن امبارح للنهارده كمية تليفونات بتسأل الناس بتسأل على بيرسي تاو والحقيقة إن هو ما حصلش لم يحدث أي شيء من هذا الأمر، ده دكتور أحمد أبو عبله مع كابتن محمود الخطيب. فاللي قاله دكتور أحمد أبو عبله قال لي لم يحدث أي شيء من التأليف والله العظيم ثلاثة أنا أشهد الله على الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم. إن يتقال لي كده إن لم يحدث أي شيء من إمبارح للنهارده، قال لي بص يا إسلام هو أنت لما كنت بتلعب مش بتحس ان انت مجهد؟ قلت له طبعا بحس ده بعد كل مباراه مش انا لوحدي سته سبعه من اللع من ال 11 اللي بيلعبوا بيبقوا مجهدين، قال لي كان ساعتها دكتور ايهاب علي، قال لي كان دكتور ايهاب بيعمل معاكوا ايه؟ قلت له لا حاجه، بنروح انا حاسس مثلا ان العضله الخلفيه وجعاني شويه، يقول لي طب روح اعمل اشعه على العضله الخلفيه، اعمل اشعه على العضله الخلفيه عشان اطمن ان انا زي الف... انا نفسي كاسلام اطمن او انا نفسي كلاعيب اطمن ان انا كويس. وهذا هو ما حدث. هذا هو ما حدث. ان بيرسي تاو وغيره من اللاعبين كان حاسس ان هو تعبان ومجهد وكذا وكذا فراح عمل سونار اطمنوا عليه قال له هو عم شفت انت زي الفل مع ان هو انا متاكد انه هو زي الفل فقال لي كل اللي بيحصل ده بسبب ان انا ما كنتش فاضي انا ببقى مع الفرقه وعندي حاجات كتيره جدا بعملها فما بردش على كل ما بردش على التليفونات انا كلمت الدكتور احمد امبارح الحقيقه كتير ما ردش ف قال لي ما ردتش على التليفونات لان ما كنتش فاضي، فالناس اللي ما بردش عليها فاكرين ان انا يعني ايه مخبي حاجه او مش عايز اقول حاجه، لكن الحقيقه لا، الحقيقه انا ما كنتش فاضي فما ردتش او ما شفتش التليفون. ف بس مين هيرجع حق النادي الاهلي ادبيا؟ ومين هيرجع حق بيرسي تاو ادبيا؟ ومين هيرجع حق دكتور احمد ابو عبله ادبيا؟ ومين هيرجع حق المشاهد اللي اتضحك عليه ليه حد في بيشتغل في الاعلام يطلع يضحك على على المشاهدين ليه ايه ايه القصه يعني هو حضرتك شغال علشان المشاهد مش عشان تفبرك اخبار رساله قناه النادي الاهلي هي المصداقيه دائما يعني ايه المصداقيه يعني انا لو مش عارف المعلومه ما كنتش هطلع اقول الكلام اللي انا وريته لحضراتكم ده لكن انا عارف المع... متاكد من المعلومه من غير ما اكلم حد بالمناسبه. يعني من غير ما اكلم حد لانه بالعقل كده. امبارح التمرين استشفى، ايه اللي حصل عشان بيرسي تاو يبقى مصاب؟ وقبليها كان يوم اجازه. وما فيش حاجه معلنه رسمي، انا كاهلاوي باخد اخباري منين؟ لما بعوز اخد اخباري بطلع اتفرج على نهواند وكريم الصبح، بأتفرج على محمد سعيد و... وامير هشام في الترند. بتفرج على احمد سمير في السادسه بتفرج على هيثم السعيد في الابطال عدل القيع وابراهيم المنيسي في الملك وكتابه بتفرج على كابتن اسامه حسني في الاشبال بتفرج على المهندس عدلي والاستاذ ابراهيم المنيسي بتفرج على محمد فارس واحمد اسامه بتفرج على بقيه الناس كلها اللي موجود كابتن هاني رمزي كابتن مصطفى عبده كابتن ايمن شوقي بتفرج على الناس كلها عشان اعرف الحقيقه لان هذه هي قناه النادي الاهلي اللي بتطلع تقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل بكل مصداقيه وبكل امانه زي ما قلت لحضراتكم انا من امبارح للنهارده منهم بعض الاهلاويه ولكن انا انا بالنسبه لي الاهلاويه على دماغي وكل الناس على دماغي لكن انا اقصد ان الاهلاويه ممكن يكونوا بس مشدودين او حاجه لكن في بعض حتى الاهلاويه يقولك ايه يا عم اسلام بقى وانت هتفضل تطبل وتفضل تنفي يا جماعه والله انا لو مع اهو الراجل بيتمرن اهو بيتمرن عادي يعني طيب اللي انا بقوله ايه ان يعني الناس عماله تقول لي يا اسلام يعني بعض الناس يعني بيقولوا لي يا انت عمال تدافع ما انا ما بدافعش انا بقول حقيقه هذه هي الحقيقه هو لما يطلع واحد كان موجود في الاجتماع اللي انا قلت لحضراتكم عليه وكان قاعد جنبي بالمناسبه او جنبنا يعني حوالينا يعني فيطلع ويتكلم على يا الخطيب اصله الخطيب ده مش عارف ماله مش عارف يدير عشان جايب بيرسي تاو بملايين عشان هو عنده أصابة مزمنة وفي الآخر الموضوع كله طلع في شنك زي ما حضراتكم شايفين كلها محاولات للتشهير والتشكيك ومن كتر هذه المحاولات أنا بطلع أرد أنا بحاول أواجه كل هذه المحاولات البعض اللي بيحاول يقلل من إعلام النادي الأهلي أديكم شفتوا حضراتكم أنا عارف أن جمهور الأهلي عارف هذا الكلام ولكن أديكم حضراتكم شفتوا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي اعلام النادي الاهلي عامل ازاي؟ واعلام النادي الاهلي هو اللي بيطلع صح في النهايه. زي الاداره لما بتاخد قرار في الاخر كجمهور اهلي بتكتشف وغير جمهور الاهلي بتكتشف ان القرار ده صحيح. هي دي النقطه بس اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم ان من خلال قناه الاهلي ومن خلال الموقع الرسمي تقدر تاخد اخبار اخبار النادي الاهلي في كل شيء. مرة وثالثة وعشرة ومية و10 وانا اسف ان انا هاكرر حك... هذا الكلام. ولو بيرسي تاو مصاب هيبان لمصر للعالم كله ان هو مصاب ولا مش هيبان؟ هل ينفع ان النادي الاهلي يخبي ان بيرسي تاو مصاب مثلا قبل التمرين؟ ما هو هيبان قدام التمرين قدام المصر قدام العالم كله هيبان في التمرين ان هو مش مصاب ان هو مصاب انا اسف لو هو مصاب ولكن الاخبار الفشنك اللي بيتم اذاعتها للضرب في النادي الاهلي قبل مباراه مهمه جدا 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 عايزين يشككوا الجمهور في اداره النادي ولاعيبته عايزين يشككوا الجمهور في ان المباراه اللي جايه او يبعدوك عن التركيز في المباراه القادمه اللي هي يوم الجمعه عشان كده كابتن خطيب كان موجود النهارده بالمناسبه يعني كابتن خطيب كان موجود ليه النهارده لانه على الرغم من ان الطبيب منعه اللي انا عارفه الحقيقه واللي انا عارفه ان هو ما بينزلش كتير عشان الطبيب منعه لانه عنده حاله من الاجهاد العام عشان ظهره لكن هو نزل النهارده تحديدا ليه؟ ليه ليه كابتن خطيب نزل النهارده؟ نزل النهارده لانه شاف ان هناك محاولات للتشكيك والخبط في الفريق من كل الاتجاهات وافقاد الفريق الثقه قبل مباراه مهمه جدا زي مباراه المريخ ففي مثل هذه الاوقات الصعبه لازم ينزل ولازم يقول اللاعب انا موجود معاكم جمهور الاهلي كله مستنيكم يوم الجمعه هو ده اللي عمله محمود الخطيب هو ده رئيس النادي الاهلي نبض الجمهور شافه حاسه نزل يا كابتن ما تنزلش ده احنا يعني ومش اول مره على فكره ومش اخر مره هيعمل كده لكن وكلنا بنقول يا كابتن ما يعني خليك مريح ما ماشي لكن في النهايه لازم يبقى موجود ولازم يقعد ولازم يعرف من دكتور احمد ومن بعد كده كابتن سيد ان الامور ماشيه ازاي او ادي بيرس تاو بيجري وبيتمرن مع الفرقه وبيلعب مع الفرقه والكلام ده كله فليه يا جماعه وانا تاني على الهوا بقول لاستاذنا العظيم الحقيقه الاستاذ كرم جبر من حضرتك حضرتك جمعت الجميع في سابقه كانت رائعه والكل كان ماشي أم على الاقل هنا في قناه الاهلي خلينا نتكلم عن قناه الاهلي كلنا ماشيين في اتجاه مدونه مدونه الاعلام الرياضي مدونه السلوك للاعلام في الاعلام الرياضي فيا فندم بعض اللي حضرتك كنت بتدعوهم ان هم يبقوا موجودين او دعتهم بالفعل ان هم يبقوا موجودين في هذا الاجتماع اللي كان رائع الحقيقه في وقته تجاوزوا هذا الاجتماع وتجاوزوا ما قيل في هذا الاجتماع فيا يعني اتمنى ان ده لان انا قلت الكلام ده امبارح، مين اللي هيحاسب على اللي حصل امبارح؟ طيب يعني انا علاقتي ببرسي تاو كويسه. انا هجيب هقول لحضراتكم برضه يعني انا قلت موضوع الدكتور احمد ابو عبله ويعني لانه موضوع شخصي فانا لكن انا قلته. وموضوع شخصي اخر، انا علاقتي ببرسي تاو كويسه، بنتكلم على طول. ساعه ما جه عملنا معاه الحلقه وانا وهو بنتكلم بنتصل اخبارك بنطمن على بعض على طول وانا ساكن جنبي هنا كمان طيب فانا كلمت بيرسي تاو عارفين حضراتكم ان انا ما سالتوش عن اي اصابه؟ ما سالتوش ما سالتوش انت مصاب ولا مش مصاب؟ عارفين ليه؟ لانه انا عارف ومتاكد مليون في المئه هو ان هو تعبان لانه من الماتش بعد المباراه ويومين وتلاتة محتاج ان انا اريح وجاي من اصابه طويله وكبيره فلازم يريح شويه ففي في حاجات لكل الجمهور اللي بيتفرج علينا في البيت الكبير احنا الحمد لله والشكر لله لا نعرف غير المصداقيه او بنحاول بحاول على قد ما اقدر مش انا لوحدي كل البرامج من الصبح لغايه دلوقتي بتحاول في شيء واحد بس ارضاء جمهور النادي الاهلي بان احنا نقول له ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل بالفعل تحملنا من امبارح للنهارده كل الانتقادات اللي كانت جايه عليا عليا انا تحديدا وعلى مجموعه العمل اللي معانا في البيت الكبير وعلى قناه الاهلي من امبارح للنهارده لانه كله يقول لك البعض يقول لك ايه يا عم انتوا ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا بتنفوا الاخبار والمواقع كلها والبرامج الرياضيه كلها قايله ان بيرسي تو مصاب وانتوا بس الوحيدين ايوه لان احنا الوحيدين اللي صح احنا قناه الاهلي هي الوحيده اللي صح قناه الاهلي هي الوحيده اللي قالت لحضرتك من فضلك طالما الموقع الرسمي وطالما قناه الاهلي ما قالتش اذا لا يحدث شيء ما حصلش وما ينفعش ان انا مره مليون اخبي إن أنا عندي لعيب مصاب. تحصل ما ينفعش تحصل. ما ينفعش. أكيد في حد هيصور بفيديو، حد من الشباب اللي في المواقع هيصور كذا، هيخش يبص هيعمل، أكيد في حاجة هتبان يعني. عموماً عندنا مباراة يوم الجمعة، أنا هقفل الموضوع ده من النهاردة وأتمنى إن رسالتي تصل إلى الجميع وتصل إلى الأستاذ كرم جبر. يا أستاذ كرم مدونة السلوك الإعلامي تم اختراقها من بعض من كانوا موجودين في هذا الاجتماع فأتمنى أن يحدث شيء لأنه من امبارح للنهاردة مرة تانية يجب أن يكون هناك عقاب أدبي على الأقل ل... 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 للي بيقول معلومة خاطئة مش, ب... مش للي بيجتهد للي بيقول معلومة خاطئة وحضرتك اللي قلت لي هذا قلت لي أنا تحديداً هذا الكلام قدام كل الناس اللي كانت موجوده، وبالتالي ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه في حق النادي الاهلي وحق هذا بيرسي تاو، لانه كان زعلان جدا 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 ومتاثر جدا جدا بهذا الامر لانه لقيته بيكلمني بيقول لي بيقولوا كذا وكذا وكذا انا بساله هو اللي قال لي ما فانا الحقيقه يعني اتمنى ان الموضوع ده ينتهي او اجتهد واعمل اللي انت عايزه ولكن في اطار الحقيقه لو سمحت. هنشوف تقرير دلوقتي عن استعدادات النادي الاهلي للمريخ وبعد هذا التقرير نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن اخبارنا اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب سؤالنا في حلقه اليوم توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ. على كل الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام مستنيين مشاركات حضراتكم وهناخد بقى كل الاجابات اللي حضراتكم بتبعتوها على قد ما نقدر طبعا بسرعه نتوقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ السوداني يوم الجمعه القادم طيب خلينا نتكلم ايضا عن ماذا حدث في الدوري العام المصري النهارده النهارده كان في ثلاث مباريات مباراة الأولى كانت أو الساعة 3 أه ظهرا المقاولين العرب يفوز على الجونة بعد الجونة مكان متقدم بهدف مقابل لا شيء العرب يعود في المباراة ويفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف. أما الاتحاد السكندري فيهزم من النادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد. واول فوز للنادي الاسماعيلي منذ بدايه الدوري العام المصري ومن 200 يوم يعني بيقولوا لي دلوقتي من 200 يوم المباراه الاخيره تعادل نادي ام بي مع سيراميكا كليوباترا بدون اهداف زي ما حضراتكم شايفين بكره ان شاء الله فاركو والبنك الاهلي ده هيبقى في تمام الساعه ده في استاد الاسكندريه واستن وطلائع الجيش هيبقى الساعة خمسة ونص إن شاء الله في استاد بيترو سبورت اذا بكره ان شاء الله مباراتين وطبعا بقيه المباريات مباراه الاهلي مؤجله طبعا لانه عنده مباراه ان شاء الله المريخ السوداني يوم الجمعه في تمام الساعه السادسه في استاد الاهلي والسلام طيب خلينا بقى نروح لاخبارنا في النهارده الاهلي النهارده بيخوض مرانه الرئيسي غدا استعدادا لمباراه المريخ السوداني. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي يخوض مرانه الرئيسي في الثالثه والنصف عصرا غدا الخميس وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهه المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله هذه المباراه مقرر اقامتها مساء الجمعه. يسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع ساعة الأولى لمران الأهلي غدا ويقام على ملعب التتش بالجزيرة وذلك وفقا للوائح المنظمة لدوري أبطال أفريقيا ويستعد أيضا النادي الأهلي لمباراة المريخ السوداني على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا كريم فؤاد يتعافى ويشارك في جزء من التدريبات زي ما حضراتكم عارفين كريم فؤاد بيتعافى لانه كريم في المباراه الاخيره امام كان عنده كدمه في العضله الاماميه في مباراته الاخيره امام سان داونز وطلع من المباراه ونزل مكانه طاهر محمد طاهر لو تتذكروا ويعني على فكره بالمناسبه اللي بيتصب نقوله اهو واللي بيرجع برضه بنقول ما عندناش مشكله مفيش حاجه بتستخبى يعني لو كريم فؤاد قلنا ان كريم فؤاد اتصاب قلنا ان كريم فؤاد رجع محمد هاني قلنا ان كريم ان محمد هاني مش هيلعب المباراه اللي فاتت وهكذا عادي لازم نقول لانه لما حضرتك هتشوف الاسكواد هتعرف ان محمد هاني مش موجود فبالتالي هتعرف انه مصاب دلوقتي بنقول لحضراتكم ان محمد هاني رجع بالسلامه كلها حاجات مرئيه لا لا يمكن ان انت تخبي فيها حاجه او ان انت تكذب فيها باي طريقه. فعشان كده المعلومات يجب ان تكون واضحه. شناوي وشوبير ومصطفى شوبير وعلي لطفي هذا الثلاثي طبعا كالعاده الحقيقه تمرين مع يانكن المدرب حراس المرمى ودي المسحه اللي بيعملها لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه. الافريقيه خلاص اصبح الامر دلوقتي كلنا بنبقى عارفين ايه اللي بيحصل في هذا الامر تدريبات بدنيه وتقسيمه للتقسيمه للاعبين النهارده كان الميران عباره عن جزئين الجزء الاول كان التقسيمه او الميران البدني البدني بياخد مثلا ايه 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه على حسب المدير الفني ما عايز يعمل وبعد كده بترجع بقى تلعب الناحيه الفنيه التقسيمه دي هو انت بتعمل التقسيمه ليه؟ انا بعمل التقسيمه علشان اشوف مين اللي هيلعب من ناحيه اليمين لما الكره تجيله مين اللي يقطع من وراه وهكذا وهكذا يبقى موسيماني شايف الدنيا ماشيه ازاي قدامه من خلال تقسيمه في الملعب الرئيسي. هو بيرسي تاو اللي بيجري ده يا جماعه ولا مين؟ لا عنده تمزق اهو عنده عنده تمزق. هو ده بيرسي تاو والله فعلا اللي هو كان عنده تمزق امبارح تمزق بقى كويس النهارده الحمد لله بيخف بسرعه افريقي بقى ما احنا الافارقه عارفين ان هم ليهم حركات كده والله الواحد معلش يا جماعه اعذروني والله لانه انا من امبارح اهو بيرسي بيجري اهو هنفضل <تصفزي> بقى مسكين بيرسي بيجري بيرسي واقف <applause> يلا طيب هاني محمد هاني يشارك في جانب من التدريبات الجماعيه زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله الاصابه اصبحت جيده ان شاء الله محمد هاني يكون متواجد مع اللاعبين بالكامل في المباراه المريخ القادمه. بكره ان شاء الله موسيماني وكابتن النادي الاهلي هيحضروا المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ، وطبعا ده في استاد الاهلي والسلام، هيبقى في تمام الساعة السادسة والنصف غدا الخميس. موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بهذه المباراة. نادي التشيكي يقدم ثلاثي الأهلي المعار لوسائل الإعلام. صورة حلوة بصراحة. يعني ده قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين هذا الثلاثي او اتنين من هذا الثلاثي كانوا موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشره من حوالي اسبوع او قبل ما يسافروا بيوم او بيومين كانوا موجودين مع حضراتكم من خلال البيت الكبير تعرفنا عليهم وتعرفنا على اللي بيحصل مهم جدا بالمناسبه ان هم عايشين هذا ال... الاحتراف او الشكل الكبير لهذا الاحتراف لانه ان شاء الله لما يرجعوا يرجعوا هم عندهم خبره كبيره من ان شاء الله سنه ان شاء الله سنتين بتختصر عليهم وقت كتير جدا السنه دي بتختصر سنه خمس سنين في مصر وبالتالي ان شاء الله كل قطاع الناشئين نشوفه لان احنا عندنا مصر مليئه بالمواهب وان شاء الله نقدر نجيب مواهب كثيره جدا داخل النادي الاهلي تذكرتي تعلن انتهاء الطرح الاول من تذاكر مصر والسنغال وتطرح الثاني. اعلنت شركه تذكرتي انتهاء الطرح الاول من تذاكر مباراه مصر امام السنغال في المباراه المحدد لها يوم الجمعه 25 مارس في تمام الساعه التاسعه في ذهاب التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 بقطر. حدد اتحاد كرة القدم اسعار التذاكر المباراة كالاتي: الدرجة الثالثة 100 جنيه، الثانية 250 جنيه، أما الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الأولى العادية 600 جنيه، أما المقصورة الرئيسية 2000 جنيه. أيضاً من المقرر أن تطرح شركة تذكرتي عدد من التذاكر على ثلاثة دفعات بعد انتهاء الدفعة الأولى منهم. تقرر فتح ابواب الاستاد القاهره في الثانيه ظهر يوم 25 مارس لاستضافه الجماهير لحضور مباراه منتخب مصر امام السنغال في ذهاب المرحله النهائيه المؤهله لكاس العالم 2022 مقرر اقامتها في قطر وتنطلق مباراه منتخب مصر امام السنغال في التاسعه والنصف مساء يوم 25 مارس. أه أستاذ جمال علام يترأس بعثة منتخب مصر في السنغال بعد وبعد برضو الحقيقة طبعا ده الاستاذ جمال علام هو اللي هيكون رئيسا لبعثه منتخبنا الوطني في السنغال ممكن يسافر السنغال بكره الجزائر انا اسف يسافر الجزائر بكره يروح زياره سريعه يدعم منتخب 2006 اللي متواجد هناك والنهارده كان في مباراه رائعه الحقيقه لمنتخب 2006 قدر أنه هو يفوز على منتخب ليبيا باربعه اهداف مقابل لا شيء كانت مباراه جميله جدا جدا للي عايز يتفرج دايما بتلاقوها موجوده رئيس سموحه ايضا يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد رباعيه فيوتشر، الحقيقه كانت مباراه غريبه جدا استاذ وليد عرفات رئيس نادي سموحه رفض ان هو يوقع اي عقوبات على لاعبي الفريق بعد الخساره الثقيله امام فيوتشر كانت امبارح الحقيقه 4-0 كانت برضو فيوتشر ناصر ماهر احرز ثلاث اهداف في الدقائق 65 8 او 30 48 65 بينما احرز محمد رضا واحد من احلى اهداف الدوري العام المصري. اعتقد ان سموحه مش هيتاثر بهذه النتيجه لانه سموحه عمل مباريات كويسه من اول الموسم مع كابتن احمد سامي وارد جدا ان في مباراه تبقى ديه فانا اتفرجت على 10 دقائق في المباراه دي اخر 10 دقائق سموحه ضيع اربع اجوان مش عايزة تخش الكره تخبط في العارضه وترجع لحارس مرمى فيوتشر تخبط في العارضه وترجع لحارس مرمى فيوتشر وبالتالي بيحصل كده كتير يعني لانديه كثيره جدا فده قرار محترم من الاستاذ وليد عرفات عمرو جمال بيجري فحوصات طبيه في النمسا قبل اجراء جراحه الرباط الصليبي ان شاء الله يرجع بالسلامه واتمنى له الشفاء وواحد من ولاد الاهلي ويرجع ويكمل مشواره مع فاركو ايضا عايز اتوجه بخالص العزاء لاسرة كرة القدم المصرية في وفاة الدكتور المفتي ابراهيم وهو أحد المدربين الكبار والمحاضرين الدوليين المشهود لهم بالعلم والكفاءة وله تاريخ ايضا مع النادي الاهلي والكرة المصرية توفى قبل قليل خالص العزاء لاسرته ولمحبيه والنادي الاهلي طبعا بينعي الدكتور المفتي ابراهيم امام حضراتكم على الشاشة ايضا النهارده كان في رساله من كارلوس كيروش على تويتر للاعبين وللجماهير هنعرف تفاصيل هذه الرساله في التقرير اللي جاي هنوري حضراتكم تقرير ايه اللي حصل او كيروش الحقيقه عامل شغل رائع جدا عامل شغل رائع حتى من الناحيه النفسيه اتمنى ومركز جدا جدا في الناحيه النفسيه وكل يومين ثلاثه بيكتب تويتا بيكتب حاجه على السوشيال ميديا علشان يحمس اللاعبين يحمس الناس ان هم يكونوا متواجدين في المباراه اللي جايه بس انا بطمنك ان ما تقلقش من حاجه المباراه اللي جايه ستين الف لو عايز ستة مليون هتلاقيهم موجودين لو في استاد يا ساعه ستة مليون كنت هتلاقي ال مليون موجودين عموما تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير تقرير عن منتخبنا الوطني وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن احمد بلال هنتكلم عن مباراه يوم الجمعه كيف يستطيع النادي الاهلي ان يفوز على المريخ السوداني في هذه المباراه الصعبه في ظل الحاله اللي بيمر بها النادي الاهلي بعد الفاصل وبعد بعد التقرير هيبقى فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن احمد بلال اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بواحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي وفي قناه الاهلي نجم الكبير كابتن احمد بلال ازيك يا بلال ازيك يا ربنا يخليك سعداء جدا بوجودك اول مره من مان انا وانت صح أه؟ الاول دايما كان بيبقى معانا كابتن عادل صح كان معانا كابتن ع... ع... عوازل اه دلوقتي من مان ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبي كله كويس؟ طبعاً. الحمد لله الحمد لله خليني ابدا عند... معاك عندنا كلام كتير جدا ولكن م. بتتفرج أنت دايما على مباريات الدوري، شايف الدوري فرح. العام اليومين دول أو بشكل عام خلال ال 10 أسابيع دول عامل إزاي من وجهة نظرك يعني؟ بص طبعا الدوري العام يعني خلينا أبتدي البداية الصحيحة فرح. بالنسبة لي يعني، الدوري العام إن شاء الله أهلاوي السنة بإذن الله. الأهلي ماشي بشكل يعني بامتياز في الدوري العام، بتكلم على النادي الأهلي الأول يعني، لكن الدوري بشكل بشكل عام الدوري السنة دي يعني جيد شوية، يعني في فرق عندها امكانيات وقدرات جابت لعيبه جيده المباريات مش سهله كالعاده النهارده يمكن كنا بنتفرج على بعض الماتشات الاتحاد الإسماعيلي النهارده الاسماعيلي اول مره ماتش حلو اول مره يكسب اه وعمل ماتش كويس على فكره يعني لا بيعني. الماتش الفرقتين كانوا الفرقين كويسين يعني. الفرقتين يعني. كويسين يعني. آه. قوي وعملوا ماتش وضيعوا فرص كتير وضيعوا فرص كتير يعني الاتحاد ده فرص كتير قوي لازم تقعد تتفرج حلو قوي ماتش حلو قوي بصراحه شدني جدا ماتش جيد جونا والمقاولين برضه اه جونا والمقاولين برضه جونا كان كسبان واحد فيوتشر في عمل نتيجه برضه انا كنت هكلمك قويه طبعا آه. يعني 4 0 يعني برضو نتيجه برضه نتيجه ثقيله نتيجه مش مش وعلى سموحه مش سهله يعني سموحه م. من الفرق اللي عندها استقرار كمان استقرار مادي واستقرار فني كمان م. م. آه عملوا ماتش عملوا نتيجة كويسه فاركو ابتدى المستوى يعني المستوى بقاله فتره متذبذب مع انه كان بادي بدايه جيد. بدايه كويسه مع مجدي عبد العاطي فيه اه منها طبعا فالدوري فيه تقلبات كتير أوه. ودي ودي حلاوه الدوري السنه دي غير الدور... يعني الدوري السنة... المواسم يعني السنين اللي فاتت الاهلي الزمالك بيراميدز بعدين احنا بنقول سموحه والاتحاد لا في كراسي موسيقيه كتيرة جدا جدا السنه دي وال... والمستويات مختلفه شويه برضو التوقفات اثرت شويه برضو على بعض الفرق يعني انت عارف قبل التوقف بيبقى فرق في مستوى تاني ليفل تاني صح. بعد التوقف في ليفل تاني النهارده برضو الكلام كتير وحسن حسن بيمشي من التح... يعني حاجات كتيره في الدوري السنه دي اختلفت لسه مشيش رسمي بس خلاص يا عارف انت برضو الهجوم الكتير قوي مم. ما يخليش واحد زي حسام حسن يقعد يستمر ما اعتقدش أوه أوه بعد الهجوم الكبير وتراجع النتائج بشكل بشكل كبير والكلام على انتقاله برضه هيروح الاسماعيلي ولا مش هيروح لا خلاص اسماعيلي يعني ما اعتقد ان طالما حمد كسب بيبقى هيكمل ما خد بالك الكلام الكتير برضو يا كابتن اسلام بيخلي المدرب يعني يطلع بره تركيزه ويخلي كمان الإدارة تبتدي تفكر تبص ما النهاردة لما كل شوية اعمل يعني يبقى في اشاعات لا حسام حسن ماشي لا وتلاقي ان النتائج مش مساعداك او نتائج سلبية هتلاقي خد بالك ان برضو الإدارة بتفكر برضو بعين الجمهور لان انت في الأول وفي الآخر مم. الفرق برضو الجماهيرية ليها عين تانية اسمها اسمه اسمها الجمهور طبعا. بيأثر طبعا على قراراتها طبعا يعني شئت أم لم تشأ يعني ان النهاردة الفرق الجماهيرية الجمهور مؤثر في القرارات بشكل كبير، آه. يعني لان آه. الثوره اساسا بتبتدي من عند الجمهور، يعني ممكن يكون الاداره تديك فرصه والثانيه والثالثه، لكن مع فرقه فيها جماهير وفرقه كمان جماهير زي الاتحاد، ما اعتقدش انك يعني الصبر يبقى كتير قوي، لان برضه شفت على بعض صفحات السوشيال ميديا جمهور الاتحاد مستاء قوي من كابتن حسام حسن، آه. مستقين جدا من ردود الافعال، مستقين من النتائج، مستقين من حاجات كتير جدا، بيتكلموا ان الاتحاد عنده ازمات اصبح عنده ازمات ماديه بعد بعد كم من اللعيبه الكبيره انت عارف كابتن حسام وكابتن بيحبوا ايه؟ يجيبوا لعيبه كتير 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 عشان يبقى عنده وفره في اللعيبه عشان يبقى عنده لعيبه ال 11 الاساسيين ويبقى عنده احتياطي كويس دي برده من كابتن حسام حسن من من المدرسه دي ان هو انا هلعب مش مش بس مش هعتمد على ال 11 وثلاث اربع لعيبه زي بقيه الانديه اللي بتلعب في الليفل المتوسط لا هو عايز يبقى عنده 20 لعيب كلهم كانت جيده فده طبعا مكلف بالنسبه للنادي الاتحاد خاصه ان ما عندوش المصادر الكبيره اللي الدخل. ممكن تبقى عند بعض الانديه الشركات يعني م. فالتاثر هنا مادي وفني كمان في نفس الوقت م. يعني انت بتعوض ساعات الحته الماديه بالحته الفنيه م. لما تاخد رابع لما تاخد خامس لما تبقى بتنافس على على بطوله الكاس الكلام ده بيرضي الجماهير شويه لكن لما تروح في حته بعيده مع كل الامكانيات الماديه اللي بتتصرف الحقيقه بيبقى فيه رد فعل سلبي يعني انت يعني شايف ان من الممكن جدا ان كابتن حسام يمشي اه يعني اه باللي انا شايفه الفتره اللي فاتت دي والكلام الكتير والغضب في عند جمهور الاتحاد شايف ان ممكن يحصل فيه تغيير عند في الاتحاد السكندري. الاسماعيلي ابتدى يمشي كويس. الاسماعيلي بقى له كام ماتش حلو؟ يعني آه الماتش ده والماتش اللي فات كويس بيلعبوا كوره كويسه في بادلك الماتش اللي فات كان ممكن يكسب الماتش النهارده بيعمل كوره حلوه قوي شكلهم في الملعب منظمين. اللعيبه واضح ان عندها س... يعني عندها روح المكسب النهارده يعني انت شفت لعيبه الاسماعيلي النهارده بس كان الاتحاد ممكن يتعادل في الدقيقه ف... في اي في اي وقت في اي كورتين ثلاثه للاتحاد بالعرض جوان. تمام اهداف كلها اهداف بادلك لكن الاسماعيلي الحقيقه برده مباراه جيده جدا مم. يعني النهارده برده يعني هو سجل الهدف الثاني كان في شكوك ان هو تبقى كره تسلل لكن الهدف الاول كان هدف رائع مم. جدا مم. في بعض الاوقات عندهم شكل في الملعب يعني الاسماعيلي بقى بقى له في الملعب مم. يعني الاول تحس ان يعني انت مش عارف الاسماعيلي ممكن تكسب ولا لا. الاداء بتاعها الهجومي مش مش معلوم، انت وانت قاعد بره كواحد بس بتفهم في الكوره او متابع كوره او كنت لعيب كوره، عارف الاسماعيلي هيجيب جول من الحته دي او من الحته دي. الخطوره بتاعته من اليمين او من الشمال، ما كانش موجود الحته دي في الاسماعيلي قبل كده، النهارده بقت موجوده، الكرات العكسيه بيحضروا يلعبوا كرات عكسيه. للوينج للوينج العكسي, في العكسي. النهارده اشتغلوا عليها كتير جدا ونجحوا فيها عندهم لعيب عندها امكانيات ومرات راحوا باكتر من كرة على الجول بشكل يعني متكرر فواضح ان في جمل بتتلعب ده مخلي شكل الفريق حلو مخلي شكله كويس الـ الـ الاداء كمان القتالي بتاعهم حلو يعني واضح انهم عندهم الرغبه مفيش فرقه بتكسب اسلام الا اللي لازم يكون عندها الرغبه في المكسب والقتال كمان على المكسب عشان كده النهارده وفقوا لان هم النهارده الحقيقه قاتلوا بشكل كبير جدا جدا يمكن اكثر من الاتحاد كمان يعني الجونه والمقاولين العرب المقاولين حسن من موقفه شويه النهارده بالفوز الجونه برضه لتاني مباراه على التوالي على ملعبه بيهزم بص يعني الجونه من الفرق برضه اللي فيها استقرار كويس رضا واخد فرصه بقى جيده بقى له فتره ما عندهمش مشاكل ماديه ما عندهم ما اعتقدش ان عندهم مشاكل فنيه فرقه يعني بتضيف كل سنه نقطة. لعيب او او اثنين انا بشوف ان رضا برضو لازم يعني يبتدي يطور شويه من اداء الجون يعني أوكي. يعني هم بقى بنفس الطريقه وبنفس الشكل وبنفس الاسلوب تمام آه بيبتدي كويس بعد كده بيقع بيرجع تاني بعد كده بيقع نهايه الموسم فانا رضا يعني خد فرصه حلوه انا بتمنى ان هو يحافظ عليها لان انت صعب جدا تجيلك فرصه في التوقيت ده في الدوري ده في ال... في السن ده صعب جدا جدا بتبقى الفرص طبعا قليله نادره يعني. وقليله جدا فانا اتمنى ان رضا يحافظ عليه يحافظ على الفرصه دي لان بتبقى خد بالك فرصه كويسه لبقيه الشباب انك انت الادارات بعد كده بتبص, بتبص لا هو بص برضه بص للدوري كله مثلا انت كان عندك مجدي عبد العاطي كان عندك علي ماهر صح. ما كل ده جيل واحد خلي بالك آه طبعاً. رضا شحاته عماد النحاس احمد سامي برضو. احمد سامي طبعا نفس الجيل وبالتالي عندك خمسه سته سبعه ثمانيه من صح. المديرين الفنيين اللي موجودين اللي... اللي هم جيل واحد وماشيين بخطة جيدة يعني ماشيين بشكل كويس بغض النظر عن امبارح مثلا هزيمة أحمد سامي أربعة آه النهاردة هزيمة رضا ولكن في النهاية بشكل عام يعني خد بالك كابتن اسلام انت النهارده الادارات بتبص بتفكر ازاي؟ بتفكر انا اديت فرصه لاحمد سامي او اديت فرصه لرضا شحات سنه في الثانيه لو م... ما اثبتش آه. ال... الكفاءه ببتدي ارجع لفين؟ يعني ارجع لورا يعني ابتدي انا انا كاداره افكر فين؟ افكر بقى في ال... في الجيل القديم آه. ابص عليه هو ده اللي ممكن يبقى انقاذ بالنسبه لي في الوقت الحالي لكن الموضوع مش محتاج كل ده في الجونه على الاقل يعني مش مش محتاج لان الجونه بتفكر بشكل مختلف شويه آه، انت تاخد بالك الجونه بيشتري يعني بيجيب لعيب اعاره لعيب اعاره لعيب اعاره لعيب فري ترانسفير لعيب مثلا ناشئ بيصعده و آه. اه يعني هو بيحاول يكيف نفسه على الموجود ما بيحاولش يدفع فلوس كتير لانه ما عندوش يعني انا بشوف ان الجونه الهدف بتاعه هو البقاء في الدوري ما عندوش اي هدف تاني يعني الشكل والستايل وطريقه اللعب طريقه الشراء والبيع بتاعه اللعيبه شايف ان هم الهدف الرئيسي بالنسبه له ان هو يبقى من ضمن ال او ال11 اللي موجودين في في الدوري العام يعني اللي هم بيحاولوش ان هم ينافسوا على الهبوط ده الجونه بال... بال... بالشكل ده, ده. المقاولين المقاولين برده مع محمد عوده نفس الجيل بالمناسبه محمد اه هو بقى له فتره بي... سنه يعني بقى له فتره عنده مشاكل كسب المباراه اللي فاتت نتمنى تكون انطلاقه يعني خد بالك انت لما الفرقه بتكسب بتدي حماس عارف لما مكي. ايه ليه بتدي حماس النهارده إحنا بنقول الإسماعيلي واشتري دخان آستون تمام وكام وعندك الجيش وعندك مصر المقصة لو التلاتة وقعوا بدري الدوري منصف. مش هيبقى له قيمة خالص منصف. مش هيبقى حاب... مش خلاص ملوش قيمة لأن أصلاً في 15 فرقة هدفها البقاء في الدوري 15 فرقة وتلاتة عايزين يتنافسوا يعني مثلا الأول يعني اتنين عايزين يتنافسوا والتالت بيحاول إن هو إيه يقرب يقرب يعني عايز يبقى له دايماً محافظ على الحتة دي المكانة الثالثه يعني في اثنين تحتينا تحت الاهلي يعني بيحاولوا ان واحد يبقى الثاني واحد يبقى الثالث يعني والكراسي الموسيقية تتبدل السنه دي فانت لو لو التلاتة اللي تحت يعني خلاص وقعوا خلاص, خلاص بقى. يبقى دور مالوش قيمه ملوش قيمه كمان ملوش قيمه مش بس ملوش قيمه الماتشات معاهم هتبقى يعني فيها واضحة. تلاعب كبير يعني واضحة. من وجهه نظري اه زي ما يعني حصل السنه اللي فاتت زي ما حصل السنه اللي فاتت انت مين هيلاعب مين؟ ما نعرفش في تلاعب ولا لا ولكن كان في ارقام كبيره بنسمعها يعني بص هيبقى مين هيلاعب مين فمين فل... اللي هيكسب هي... هيحدد لك مين لانه خلاص هو خلاص ال... الموضوع آه. بتاعه اصبح منتهي آه. لكن لما يبقى في منافسه لاخر اسبوع او اخر اسبوعين في الدوري هيبقى م. الدوري له حلاوه له م. يعني و... وهيبقى ممتع الحقيقه وحتى كقيمه السوقية كمان الدوري هيبقى افضل سواء فوق او تحت طبعا اكيد طبعاً. يعني آه. يعني بل يكسب هيكسب قبلها بسبع اسابيع برضه الدوري مالوش طعم مم. اه انت كسبت الدوري تمام لكنه ملوش برضه ملوش حلاوه فاهم زي اللي بيقع من بدايه طب والفرقة الثانيه هتعمل ايه؟ خلاص هي تلعب لمجرد اللعب فاهم فالنهارده يعني طول ما الدوري فيه يعني يعني الكراسي الموسيقيه شغاله وفرقه بتطلع وفرقه بتنزل وفرقه بتكسب هو ده الدوري هو ده, ده, ده الدوري ده طبيعه الدوري يعني مم. النهارده مثلا الاسماعيلي وصل اعتقد للنقطه رقم تسعه اعتقد يعني تسعه تقريبا 8 ثمانيه ثمانيه مصر مقصة 11 11 اللي بعدها اعتقد الاسترن تسعة. تسعة. الجيش اعتقد 13 تلع... 13 حاجه زي كده وفي فرقه قبل الجيش تقريبا وامبي 13 و قريبين كله قريب أوراي... النهارده امبي بقى 14 بعد ما تعادل قريب قريب يا اسلام وسيراميكا 14 وسيراميكا يعني قريب أو امبي 15 تتكلم لو الاسماعيلي كسب ماتشين كمان راح فين ناحيه 15 نقطه ست م. ست نقاط وتسع 15 يعني ممكن يروح في حته ثانيه مختلفه فاللي فوق ينزل الجيش ممكن ينزل فهتلاقي النهارده فيه شغل جامد جدا والفرق بتلعب بروح قتاليه عاليه وهتلاقي كل الماتشات الكبيره مش سهله اه هتلاقي صعبه م. وهي دي حلاوه الدوري العام المصري يعني السنه السنه دي بالذات طيب برضه سيراميكا كليوباترا السنه اللي فاتت كان بشكل السنه دي بشكل مختلف اقل بص البدايه كانت جيده م. وكان في هدف اللي انا شفته السنه اللي فاتت يعني وكان في هدف ان سيراميكا يبقى في مكانه متميزه الحقيقه. أه وكان في صرف كتير ولاعيبه جت وارقام دفعت للعيبه وعقود كانت كبيره. مش عارف حاسس السنه دي يعني مفيش نفس الاهتمام مش بتاع نفس السنه الوحج. اللي مش نفس الواحد مش نفس اه بالظبط. مش نفس حتى الباور كمان يعني مش م. نفس الاهتمام. اللي حتى التصريحات اللي, بت... اللي كانت بتخرج السنه دي مختلفه تماما عن السنه، السنه اللي فاتت لا سيراميكا كليوباترا هينافس هيبقى من ضمن الخمسه سته الكبار اللي موجودين في الدوري السنه دي حتى كمان التصريحات قليله مش موجود يعني التفاعل كمان مع الدوري العام ووجودك فيه مش موجود من قبل اداره سرق. اه في عندهم استقرار ماشي مادي استقرار فني ما فيش مشكله لكن لازم يبقى عندك الرغبه وعندك الطموح آه. يعني النهارده عندك فيوتشر وعندك سيراميكا وعندك آه فاركو فاركو تمام دول و... و... دي بس آه. بتص... على الشركات آه. ما بتص... يعني خلينا بكلمك في الفرق اللي عندها امكانيات ماديه تقدر تصرف أوكي. دول المفترض يروحوا في حته ثانيه خالص مختلفه مم. لان الامكانيات اللي عندهم مع اللعيبه اللي موجوده في مصر تسمح ليهم ان هم يروحوا في مكان بعيده جدا 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 فيوتشر مثلا في المركز الخامس خد بالك بس يبقى برضو الاداره كابتن اسلام انت بتدير ازاي انت كمنظومه اداريه بتدير ازاي اللعيبه اللي عندك هل هي اللعيبه اللي بتنا... بتناسب الطموح بتاعك مم. ولا لا هل اللعيبه اللي عندك تقدر تروح بيهم في حته بعيده ولا لا؟ انت برضه العمليه برضه مش بس لعيبه كوره ومدرب بيدير لا برضه في حته الاداره إدارة. كيف تدير؟ بالضبط هتدير أوه. بتدير المنظومه دي ازاي؟ أيه. عايز تروح بيها لحد فين؟ أيه. عندك هدف بتشتغل عليه ولا لا؟ ما يعني زي ما انت قلت من شويه سيراميكا الموسم الماضي حاجه جميله جدا، السنه دي مش موجودين، واضح ان مفيش بلان طويله ان انا مثلا خلال 3 اربع سنين باخد هاخد كاس او هبقى ثالث مثلا دوري او هلعب على ثاني دوري او, أو, أو هلعب على في الرابع اروح كونفدراليه أه؟ يعني الاهداف دي الحقيقه ما بلاقيهاش ما بشوفش فرقة بتخش الدوري العام ويبقى عندها هدف بعد سنتين ثلاثة ان انا هكون في الحتة دي ويبتدي يسعاله، لا احنا بنشوف فرق بتشتغل كويس قوي في اول سيزون وتعمل صفقات جامدة جدا جدا وبعد كده السيزون الثاني يتريح اللي بعديه بتبقى اقل. ال 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 الوهج اللي بتقول عليه ما بيبقاش ما بيستمرش مع الفرق الحقيقة يعني. برغم الامكانيات والقدرات المادية الكبيرة جدا اللي بنشوفها. الاهلي بقى في, في الدوري العام مختلف تماما عن البطولة الافريقية. الاهلي في الدوري العام طبعا تميز كبير جدا الفروقات كبيره قوي ما بين الاهلي وما بين بقيه الفرق يعني انا اعتقد لو استمرينا بالشكل ده الموسم ده ممكن ينتهي في الاسبوع ال 25 مثلا يعني يعني لو استمرينا بالشكل والاداء وفي في الدوري العام بالشكل ده انك بتكسب الفرق وبتكسب بسكور كبير مش جدا نقول كده يعني من دلوقتي لسه أنا عشان بقول لو استمر أوه. انا لا بقول لو استمرينا يعني ما هو شريطه انك تستمر بنفس الاداء وبنفس الروح في في الدوري الدوري بالنسبه لنا خد بالك الموسم الماضي ما كانش دوري النادي الاهلي فانت عندك تحدي كبير جدا طبعا موسيماني كمان عنده تحدي كبير لنفسه في الدوري اولا ان هو دي البطوله اللي ما قدرش يحصل عليها وبطوله غاليه بالنسبه له البطوله الاكبر طبعا يعني بطوله غاليه بالنسبه له جماهير الاهلي بتطالب بالبطوله دي تمام وهو كمان حاطط نفسه في مش عايز اقول بيقارن نفسه بس دايما حاطط مانويل جوزيه في الحته بتاعته انا عايز اروح في الحته دي عايز يروح في حته الانجازات عايز دايما هو بيفكر دايما انه يعمل تاريخ كبير داخل النادي هو عمل تاريخ اوريدي جوه النادي الاهلي لكن هو كطموح موسيماني عايز يروح في حته مانويل جوزيه ان الناس ان وجمهور النادي الاهلي تمام يبقى دايما اذهانه مرتبطه بمستر موسيماني وحقق اتنين افريقيا تمام البطوله التالته دي اتمنى ان شاء الله تكون بطوله اهلاويه باذن الله تعالى عايز بقى يروح حته الدوري العام ان انا بخش الدوري العام عايز اخد البطوله دي في الدوري اللي بعديه واجدد سنه اعتقد هو باقي مع النادي الاهلي اعتقد كده سنتين ونص سنتين, سنتين. 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 اه جدد سنتين بالاضافه للنص الموسم سنتين ونص مم. لو حقق بطوله دوري بطولتين دوري عام البطوله دي والبطولتين الجايين مع مع افريقيا اعتقد هيروح في مكانه ثانيه مختلفه خالص فعنده هو تحدي نفسه مستر موسيماني انه ياخد البطوله دي اللعيبه نفسها عندها تحدي واضح الكلام ده جدا من اداء اللعيبه في في الملعب اداء قتالي بشكل كبير جدا لعيبه الاهلي متميزه بشكل كبير جدا في الدوري العام نتمنى ده بقى كمان يبقى في افريقيا ان شاء الله ابتداء من مباراه المباراه اللي جايه لان المباراه اللي جايه مباراه صعبه صعبه نفسيا أوه. هي مش صعبه فنيا داخل الملعب التفاصيل ممكن تكونش صعبه قوي لكن نفسيا وانت داخل الملعب وانت مطالب انك تكسب بس دي بتبقى بتمثل صعوبه شويه على اللعيب اه بتدي حماس كبيره جدا وبتدي رغبه عاليه جدا واكيد عندهم الطموح بس برضو بيبقى فيه صعوبه نفسيه شويه انا مم. كل ما الوقت بيعدي من غير اهداف كل ما بتوب بتتصعب عليك الامور نفسيا يعني انت جربت طبعا الماتشات اللي زي دي واحنا كلنا جربنا الماتشات اللي زي دي انك انت يبقى انت مطالب بالفوز بس اه لعيبه النادي الاهلي بتكو بتكون حاضره في المواقف اكيد وضع طبيعي لكن برضه المباراه صعبه نفسيا على لعيبه النادي الاهلي الاجهاد وكيفيه الاستعداد في مثل هذا الامر يعني الاجهاد اه كان ممكن نقول ان في اجهاد خلال الفتره اللي فاتت لكن دلوقتي اعتقد ان اسبوع كافي كافي, كافي من وجهه آه نظري اسبوع كافي انه ناخد فيه يومين او ثلاث ايام آه كمان اجازه اه المباراه اللي فاتت اعتقد كانت كانت السبت اللي فات السبت انا يعني كنت بلعب سبت وثلاثه آه على طول اه المباراه دي يوم يوم الجمعه ان شاء الله يعني خمس خمس ايام يعني اعتقد ان هم كافيين يعني ممكن يعني خلاص تقدر تستعيد عافيتك حتى بعد سفريه طويله حتى بعد سفريه طويله أوكي تستعيد عافيتك اكيد يعني خمس ايام برضه كتير مش قليل يعني آه وانت كمان يعني انت مش مش مطالب ان انت يعني تبقى جرعه التدريبات كبيره بدنيا لان انت اوريدي آه جاهز بدنيا يعني. للناس اللي ما بتلعبش بس هي اللي ممكن تاخد التدريبات بدنيا. اه ممكن آه ممكن. آه آه ممكن. آه لكن آه انا بش بشوف يعني ان الماتش نفسه يعني مش صعوبته في في الايجاد لان الاهلي ظلم خد بالك الاسبوع اللي فات يعني الاهلي احنا اتظلمنا في آه في مباراة آه سانداونز سان بسبب مباراة بيراميدز برغم ان احنا كسبنا بيراميدز لكن كون ان انت تلعب ثلاث ماتشات تقال في اسبوع, في واحد. واحد. أسبوع واحد اعتقد ده حمل كبير جدا على اي لعب حمل كبير جدا بينهم خاصة سفر. خاصة خد... ما بينهم طبعا سفر خاصة ان انت كمان انت طول الموسم كده انت لو, لو 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 انت مقسم الدوري بتلعب اسبوع ماتش كل اسبوع ماتش وبعدين تيجي اسبوع تلعب ماتشين وبعدين ماتش تاني الامر هيبقى بالنسبة لك سهل لكن هتقدر هو... تغير كمان لكن لما كل تلعب سبت وثلاثه سبت وثلاثه يعني اعتقد الموضوع موجود جدا وانت كمان كمدير فني عشان برضو الناس بتتكلم في الحته دي ما تقدرش انك تغير خمس ست لعيبه لان انت اوريدي في قوام اساسي بالزبط. للفرقه يعني بالزبط. الناس برضو بتقول لك ايه طب احنا عندنا عندنا عندنا, عندنا لعيبه كتيره جدا او عندك لعيبه كتيره بس كل اللعيبه مش جاهزه لان انت كمدير فني ما هيرجع يقول لك برضه ما انت انت السبب ان هو انت مجهز لا ما فيش حاجه انت السبب ما فيش آه. فرقه في العالم بتغير خمس ست لعيبه كل ماتش في العالم مهما حصل اتفرج على مع الفرقة في اوروبا بتلعب سبت وتلات مثلا يعني بتلعب في سبتة او حد في مثلا ال في الدوري الانجليزي ليفربول وبيلعبوا في, في تلات تلات او اربع بيلعبوا في ال في ال في التشامبيونز مفيش تغييرات في حدود الحاجات البسيطة لا لعيب مثلا ممكن تني لعيبة لو لو الامور متاحة بالنسبة له لكن مش هيغير خمس ست لعيبة استحالة لا فنيا ينفع ولا تكتيكيا ينفع ولا حتى بدنيا ينفع مم. انت ممكن تدي لعيب مثلا ماتش اه يعني ممكن علي معلول يبقى مجهد شويه ممكن يرتاح الماتش ده، لكن ما ينفعش تغير علي معلول وتغير حسين الشحات وتغير طاهر محمد طاهر وتغير محمد شيب وتغير قفشه عشان تقول ان اللعيبه دي بتمر بحاله من النجاح، صعب جدا، صعب انت كمدير فني مش هتقدر تعمل كده، لان انت بتبتدي الموسم ب 11 لعيب وعندك في لعيبه بدلاء تمام؟ ممكن يبقى البدلاء يبقوا اساسيين زي ما حصل مع احمد عبد القادر كده، يخش يلعب ماتش في الثاني في الثالث يبقى لعيب اساسي، تريح حد وتنزل حد ثاني. لكن صعب جدا 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 انك انت تغير نص فرقه عشان عشان عندك اجهاد صعب صعب أوه. جدا يعني وبالتالي الموضوع ده اعتقد ان هو في المباراه اللي جايه لا محل له من الكلام لا محدش يقول لي مجهدين اه لا 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 خالص آه. يعني انت عندك الماتش ماتش الجمعة اللي جاي. يعني. اه طبعا بتكلم خد بالك ده ماتش بالنسبه لك هو ده ماتش الصعود من وجهه نظري انت لو انت تكسب المريخ ان شاء الله يبقى هو هناك ناحيه يتعادل او يتغلب الهلال خلاص توصل لو نفترض حتى الهلال كسب نفترض وانت كسبت المريخ انت عندك التعادل اعتقد ي... ي... توصلك طبعا يوصلك طبعًا. يعني فاهم قصدي فانت النهارده الماتش اللي جاي ماتش المريخ هو الماتش الاصعب بالنسبه لك هو الماتش الاصعب والاسهل في نفس الوقت يعني انت كسبت المريخ خلاص وعرفت نقاط الضعف اللي موجوده عندهم فرقه هجوميا جيده دفاعيا سيئه جدا جدا طب مباراه المريخ اعتقد لو كان في توفيق هنا في مصر في المباراه الاولى كان ممكن تكسب ماتش اربعه خمسه انت مضيع خمس ست ماتشات كتير خمس ست فرص حقيقية مضايحة في مباراة المريخ هم سجلوا هدفين قدروا يرجعوا في الماتش وقدرت انت برضه تسجل هدف ثالث وكان ممكن تسجل هدف رابع لكن هو الماتش فعلا ماتش صعب دايما ماتشات الصعود بتبقى ماتشات صعبة وماتشاتنا مع الهلال دايما اول المريخ بتبقى او مع اللي هي الديربي بتبقى قوية جدا مهما كان اه طبعا انا انا معاك يعني يعني احنا كعبين عليه على المريخ انا بشوف ان المريخ من من تطور بشكل كبير جدا عن السنه اللي فاتت يعني ما كنا بنلعبه مع مع الراجل ده تطور بشكل آه. كبير بقى له شكل في الملعب أه هجوميا بقى فريق جيد منظم بيلعب كره خد بالك انت كورته حلوة قوي مم. يعني اللعيبه بتلاقي بعضها في الملعب في تنظيم في الملعب بيلعبوا كره على الارض صح. ما بيعتمدوش على القوه المفرطه زي ما احنا كنا بنشوف السنوات اللي فاتت او حتى الموسم آه. الماضي مزبوط. لا السنه دي لا فرد كرة يعني آه. فرد كوره يعني متشنا معاهم ما كانش الماتش اللي فيه عنف او بيتميز بالعنف لا كان ماتش كوره هما بيلعبوا كوره كويسه والنادي الاهلي بيلعب كوره كويسه الماتش طلع شكله حلو قوي قدرنا ان احنا نكسب المريخ 3 2 يعني مباراه صعبه لانهم فرقه يعني عندها برده عندهم لياقه بدنيه عاليه جدا وعندهم لعيبه عندهم سرعات في الخط في الخط الامامي وعندهم لعيبه اثنين لعيبه مميزين الاثنين اللي هم بشعر طويل دول الاثنين مميزين جدا واحد بيلعب ميت فيلدر والتاني بيلعب تحت راس الحربه اثنين مميزين جدا <applause> فهم فرقه يعني فرقه جيده من وجهه نظر يعني تتعب تتعب تمام من الناحيه الهجوميه يتعبوك شويه من الناحيه الهجوميه لكن أوه. من ناحية الدفاعيه اعتقد من أوه. وجهه نظري لو قدرنا نستغل الضعف في الضعف اللي في الخط الدفاعي عندهم ممكن نكسب المباراه دي بسهوله جدا وتخرج في حته ثانيه يعني ماتش ماتش المريخ بعد الهدفين لو سجلنا الهدف الثالث كان الماتش خلاص كان الماتش راح في حته ثانيه خالص, تاني خالص. أوه. كنت ممكن تروح لاربعه وخمسه وتروح والماتش يروح في حته ثانيه خالص لو كنت سجلت الهدف الفرص اللي ضاعت بعد الهدف الثاني <applause> طيب احنا من النا... ازاي بقى موسيماني يبص للمباراه دي ازاي بمعنى آه،, اه انت بتقول ان ما فيش تغييرات كتيره بتحصل ولا كذا ولا كذا ولكن آه، هو مطالب ان هو يكسب هذه المباراه بص يا كابتن هو الاول يعني انا بشوف ان في في يعني تغيير كبير في طرق في, في, في طرق اللعب عند مستر موسيماني مره 3 4 3 مره 4 2 3 1 مره 4 3 3 يعني في تغييرات كتيره بتحصل في آه. في 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 الخطه بتاعتك الطبيعي جدا يعني مستر موسيماني هو المفترض يعني يشوف هيلعب انا الخطه المناسبه بالنسبه بالنسبه لمستر موسيماني هل 4 3 2 1 اللي بيعتمد فيها على مجدي قفشه كبلاي ميكر ودي الطريقه الانسب من وجهه نظري في الوقت الحالي م. انك تلعب عشان تستعين يعني تستفيد ب ب ب بامكانيات مجدي اه يعني قفشه عشان تستفيد بقدراته وامكانياته لازم يلعب 10 يعني النهارده لما بتلعب اقرب ما هو يلعب 4 2 3 1 او 3 4 3 برده هو لما بيلعب وينج ما بتقدرش تستفيد بيه بشكل خاص ما 3 4 3 ما هيبقى نفس القصه ما هي نفس ما انا بقول لك يعني 4 3 3 او 3 4 3 هو نفس هي هي نفس الشكل نفس الشكل الهجومي مم. انا بتكلم عن الناحيه الهجوميه نفس الشكل الدفاعي مختلف شويه ايوه لكن الشكل الهجومي تمام يعني هو هو نفس الشكل فانت النهارده عشان تستفيد من محمد مجدي قفشه لازم يلعب رقم 10 دي المكان اللي بيقدر يبدع فيه. مم. المباراه اللي قبل اللي فاتت مباراه الدوري فاركو اعتقد هو ابدع في المباراه دي، مباراه مباراه بيراميدز برضو ابدع في مباراه بيراميدز، لعيب عنده امكانيات وقدر بيقدر يوصلك للجول بسهوله جدا، بيقدر يسجل اهداف، تمام؟ له دور كبير جدا في الاستحواذ الايجابي بالنسبه لعيبة تن... بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، فالنهارده لازم مستر موسيماني رقم واحد يبقى هلعب هلعب ازاي؟ باني طريقه باني شكل، مم. مم. الاسلوب والاستايل اللي يناسب لعيبه النادي الاهلي اللي تقدر تضغط بيه على فرقه المريخ 4 2 4 2 3 1 دي من وجهه نظر الشخصيه دي الطريقه الامثل بالنسبه للنادي الاهلي عبد القادر وقفشه بعبد القادر وقفشه عبد القادر بالظبط ومجدي قفشه في النص ويلعب يعني بيرس تاو لو جاهز طبعا حسين الشحات ناحيه اليمين ويلعب بمحمد شريف ونلعب بالشكل الهجومي ده في نص ملعب الاثنين من الميد فيلدرز يختار مثلا معان. عندك اختيارات كتير بين ديانج والسوليه وحمدي فتحي والسوليه اي واحد فيهم ممكن يعني اي واحد من ديانج وحمدي فتحي وكنت بفضل انا في الماتشات اللي بيبقى فيها ضغط بحب انا يبقى ديانج هو اللي موجود في الحته دي عشان هو لعيب يعني عنده بياخد ثلاث اربع خطوات لقدام كويسين يتحول كتير, كتير آه. بيعرف يضغط من نص ملعب الخصم فيديك كمان تواجد جيد وكثافه جيده في الحته الهجوميه تلعب بالشكل ده اعتقد الاهلي ممكن يبقى له باع كبير جدا ويبتدي يبقى دايما في نص ملعب المريخ يبتدي يرهق فرقه المريخ ويستغل الـ 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 الاخطاء الدفاعيه الكتيره جدا الموجودة موجوده عند فرقه المريخ. طيب فريق المريخ على الجانب الاخر من الناحيه الهجوميه كيف يمكن ايقافه من الناحيه الهجوميه؟ بص اولا يعني فرقه المريخ هم يعني يعني فرقه فرقه منظمه فرقه كويسه بيلعبوا كوره كويسه آه. وبيعتمدوا دايما على الكرات الطوليه العكسيه يعني ناحيه يعني دايما بيحضروا ويشتغلوا على الناحيه اليمين الكرات العكسيه عندهم انا مش فاكر الاسماء بس هم الناحيه اليمين عندهم مميزه بالسرعه جدا يعني المباراه آه. اللي فاتت وهو كان بيستغل حته ان علي معلول دايما متقدم فبيبتدي يحضر ويلعب بالكره في ظهر علي معلول في ظهر علي معلول يعني اتلعبت منها كورتين ثلاثه تمام هم دول اللي كان فيهم ازعاج بالنسبه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي يعني الفكره انك انت دايما ما تديش فرصه لفرقه المريخ انه يبتدي يلعب الكرات العكسيه لازم يبقى في حد من ال... يعني من الاثنين السنتر باكس والباك العكسي عشان كده بقول لك اربعه مش ثلاثه يعني مش ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه عشان يبقى دايما أربعة واضحة. أربعة يعني أربعة, يعني واضحة. اربعه واضحه اربعه يعني اربعه واضحه لإن هتبقى كده لو علي معلول ابتدى يهاجم يبقى السنتر باك الأول الثاني بي بي بيغطي والرايت باك right تمام بي بيغطي بيقوم بدور التغطية الناحية عشان ما في عندك مشاكل في الحتة الدفاعية لإن الماتش اللي فات كانت واضح المشاكل الكرة بتاعة عكسية في عندنا سنتر باك واحد بس موجود والباك الثاني موجود قدام فعندك مشاكل في الكرات العرضية تمام كذلك برضو من ناحية اليمين لازم يبقى تلعب بطريقة أربعة واضحة عشان يبقى الباك العكسي هو اللي بيقوم بدور الليبرو عشان أوكي. نقدر نغق... يعني نقفل على على فرقه المريخ في الحته لان يعني هم دي دي الميزه الوحيده اللي بيشتغلوا عليها مم. وطبعا الكرات الطوليه المباراه اللي فاتت سجلوا هدف الهدف الثاني اتسجل من كره طوليه من ورا الاثنين السنتر باكس مم. فلازم يبقى في برضو يعني ماسك كويس ما ينفعش يبقى انت يعني في الحته الاخيره دي لازم تلعب مان ما ينفعش انت بتعتمد بس على المكان بتاعك على النظر صعب مم. لا صعبه جدا مم. لان المباراه اللي فاتت حصلت مرتين مش مره واحده مرتين بتعتمد بس على النظر وبتعتمد sun على sun المكان داونز نفس صانداونز نفس اللعبه وسان داونز نفس اللعبه برضه اتلعبت من ورا الاثنين السنتر باك كل واحد بيقف في مكانه لا لازم يبقى في مان في الحته دي <ممم> يعني احنا اتعلمنا زمان في الكوره اسلام وانت لعبت سنتر باك وعارف الكلام ده ان انت <مم> المنطقه بتاعتك لازم يبقى المان يعني لا طالما حد جالك ما امسك بالضبط يبقى مان ما آه تبقاش انت بتلعب في منطقه وحتى لو لو اتحرك تسيبه وتعتمد على زميلك ياخده لا ما ينفعش كلام ده طالما جالك في منطقتك يبقى لازم تلعب عليه بس بتلعب عشان عشان نقدر نوقف اللعيبه اللي عندها سرعات بتاعت فرقه المريخ يعني. طيب برضو اخيرا في هذه النقطه وسط الملعب هو اللي بيبقى الاساس سواء اهلي او أكيد. المريخ. أكيد. وبالتالي هو ممكن جدا يعتمد على وجود ثلاثه أه بتكلم على موسيماني ممكن يعتمد على وجود ثلاثه لانه المريخ اعتقد ان هو هيأمن وسط ملعبه بشكل او باخر فبالتالي لو لعبت انت اثنين وهو لعب بثلاثه هيتفوق عليك. اه بس انت يبقى عندك تفوق هجومي. اوكي. عندك مجدي قدام. انت لو انا ليه بقول السوليه واليو ديانج سوليه لعيب عنده كوره كويسه تمام مجدي ممكن يكمل يلعب في بعض الاوقات يبقى كراس حربه تاني جدا محمد شريف او تحت شريف يعني والسوليه هو اللي يقوم بدور البلي ميكر في بعض الاوقات تمام لما يبقى عندك كده اعتقد ان انت الثلاثه حتى لو المريخ لعب بثلاثه هتبقى قريب هيبقى هم هتبقى انت الاقرب للمرمى بتاعهم هم اللي في الحاله الدفاعيه على عكس انت لو لعبت بحمدي فتحي والديانج والسوليه يبقى انت عندك ثلاثه بيلعبوا يعني فلات على خط واحد يبقى عندك نقص في الحته الهجوميه ممكن اقول لك ان انا ازق مثلا السولية لقدام شويه خد ماشي هتزق السليه ال... واخو خلي حمدي وديانج بقى. اه بس في الحاله دي هتلعب بمجدي فين؟ طرف؟ مم. هلعب بمين؟ مجدي مجدي قفشه طرف ملعب أه ألعبه هت... على الطرف الاعب عمرو السولية ما عارفش. لا ما هو انت لو لعبت لو لعبت ب 4 3 تمام ولعبت بالديانج والسوليه وحمدي فتحي هتلعب الثلاثه اللي قدامي هتلعب عبد القادر ناحية الشمال و... و... او مثلا قفشه ناحية الشمال شريف بيرسي تاو مثلا, مثلاً يعني. يعني او 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 ايا كان حسين الشحات هيبقى مجدي ملوش دور في الملعب مبسر. برضه انت مش عايز اه انت مش عايز تروح لناحيه ان نلعب محمد مجدي قفشه على الطرف بتخسر بس. لعيب في الناحيه الهجوميه وبتخسر لعيب في الناحيه الدفاعيه الاثنين اه. يعني بتخسره في الناحيه الهجوميه لان انت لو لعبته بالشكل ده يبقى انت بتعتمد على الكرات السريعه الهجمات المرتده السريعه الكرات الطوليه تمام عايز لعيب عنده سرعه ولعيب يلعب على الخط تمام لو في الحاله الدفاعيه كمان مجدي مش مميز قوي في الحته الدفاعيه دي ام. مش مميز والمباريات اللي لعبنا فيها بمجدي قفشه ناحيه اليمين كان عندنا مشاكل في الحته الدفاعيه. اوكي. طب لسوء خلاص هي هي قدرات وامكانيات لعيب يعني انت مش هتقدر تجيب واحد بيلعب راس حربه وتقول له العب باك رايت هيبقى صعب. صح. هو صح. التفكير بتاعه نفسه هو اتبنى في الحته دي بالطريقه م. دي وبالشكل ده فمجدي هنخسره يعني لو, لعبن لو لعبنا لو لعبناه على طرف من الاطراف عشان كده بقول إيه. لك ايه؟ اثنين في نص ملعب كفايه على فكره كفايه نلعب قدام المريخ باتنين ميد فيلدرز على فكره، كفايه مم. جدا ونلعب ببلاي ميكر صريح ونلعب بثلاثه ثلاثة قدام ثلاثة قدام ونلعب براس حربه طيب خلاص خلينا ننتقل الى ملف اخير وهو ملف منتخبنا الوطني، ده خلاص داخلين على مم. مباراه بنعتبرها او المباراتين الحقيقه لان هم في اسبوع واحد مهمين جدا جدا يعني وبالتالي كيف تنظر للمنتخب خلال الفتره القادمه؟ بص طبعا مباراتين يعني احنا احنا من سوء حظنا ان احنا مع مع السنغال يعني من سوء حظنا لان انت آه اقوى فريق اه طبعا اقوى فريق في افريقيا يعني في يعني منتخب. لما تيجي تبص على فرقه السنغال ما فيهاش يعني ويك بوينتس يعني عارف انت يعني ايه الدنيا مقفله بالظبط يعني عارف انت ناحيه اليمين ناحيه الشمال جول كيبر يعني انت دايما ايه افريقيا يا جول كيبر تعبان يا اثنين سنتر باكس يعني ما عندهمش فكره آه. تمام يا اثنين باكين ما بيعرفوش يغطوا انما فرقة يعني مكتملة كلهم بيلعبوا على مستوى عالي كل كمان كلهم كلهم لا انت بتلعب نابولي بقى وليفربول و... ليفربول كسبان ارسنال 1-0 بالمناسبه دلوقتي دلوقتي حالا لسه جايبين جون اه صلاح لا صلاح جوت جوت لسه نازل دلوقتي والله اه طب حلو ده خلاص ده انت كده ده اشعلوا كده خلاص اشعلوا بالظبط اعتقد آه كده الفرق بين نقطتين بينهم وبين نقطة واحدة نقطة واحدة اسف يعني آه نقطة واحدة لان, لأن السيتي تعادل الماتش اللي فات صح مظبوط مع كريستال بالاس فالمنتخب الامر صعب جدا فرق عندها سرعات مم. عندها مهارة تاكتيكس عالي جدا 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 مم. انت محتاج بالاضافة انك تبقى عندك فنيا حاضر في الملعب انك يبقى روحك القتالية لاقصى درجة في الحياة مم. لاقصى درجة مم. لان انت الماتش ده مش هتعتمد عليه على الفنيات بس مش هتبقى هيد تهيد قدام السنغال انت خد بالك ان اللي نفعنا هناك في افريقيا ان الملعب كان سيء جدا جدا مم. الملاعب وهم طبعا انت عارف الفرق اللعيبه بتاعه السنغال كلهم بيلعبوا في احسن ملعب في اوروبا فانت عارف آه انت الكره بتيجي مش قادر تلعب مش قادر, يعمل كنترول مش قادر يرقص الكرات اللي بالعرض كلها كلها محديه من قدام الجول آه فالنهارده لعب ملعب استاد القاهره استاد محترم يعني يجيله محترم ولعب بيكون كويس هم فرق عندهم امكانيات وعندهم مهارات بيعرفوا يرقصوا كويس قوي بيعرفوا يستلموا ويسلموا بيلعبوا على مستوى عالي زي ما انت قلت اسلام فالماتش صعب جدا محتاج يعني تدافع بشكل كويس قوي 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 تمام مشكله ان انت عندك ماتش هنا كمان <applause> يعني الماتش الاولاني هنا ده برضه ماتش اه يعني هيحطك هو حطك اوريدي في ازمه اه رخم آه. مباراه يعني رخمه مش مش عشان ان الثاني هناك بس لا لا عشان تلعب في المنتخب السنغالي آه. يعني. بالظبط تلعب في المنتخب السنغالي آه. آه. وفي استاد القاهره الناحيه دي يعني انا كنت اتمنى لعبه مثلا مش عايز اقول اي اسامي بس لا 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 خلينا في <applause> السودان <applause> مثلا <applause> لا ليه السودان عندهم ملاعب هايله لكن انا بتكلم على الناحيه الفنيه كمان صعبه جدا بص انا يعني انا فكرت كتير في الماتش يعني مش لاقي له مخارج اوكي الحقيقه يعني انا مش مش متفائل ولا حاجه عشان برضو الناس ما بتقولكش ده انت مش متفائل منتخب مصر هيخسر و... بس انا مش لاقي له مخارج الحقيقه يعني هي المخارج الوحيده ان احنا نقول يا رب كرمنا وفقنا بس مش اكتر من كده وربنا يسعدك ضرب الجزاء بقى حد يتطرد اه... واحد اتنين يتطردوا <applause> مش واحد بس اتنين تبقى <applause> <طب> مشكله اتنين <applause> يطرد يعني هي دي الحلول يعني الماتش ده محتاج حلول ربانيه سماويه انما حلول فنيه لا يعني معذرة يعني بس ده يعني بس احنا انا انا شخصيا لا والله بجد انا شايف ان احنا عندنا منتخب جيد جدا جدا, ماشي جدا ما بقولش لا لما يبقى عندك محمد صلاح ويبقى عندك تريزيجيه ولما يبقى عندك ما بينهم النني نعم الناحية الثانية برضو عاملين عندك اه طبعا بس ما هو في الاخر لا تريزيجيه لعبت برضو ما قلتش لا على فكرة مش معترض أنا أنت عندك منتخب جيد جدا على فكرة، لعيبة كويسة قوي. و... ومنتخب تقيل مش صح. قليل. صح، أوه. أنت وصلت نهائي إفريقيا، ف... فأكيد أنت منتخب قوي. طبعًا. بس الناحية التانية قوية جدًا. جدًا، معاك، يعني... معاك، ولكن ما, هيدي... ما هيدي كرة. الكرة هي دي، ما المنا... هي دي هي دي مثل هذه المنافسات صح. هي من تصنع صح. النجوم. وجهة نظري إن أنت في مثل هذه المنافسات لازم تشوف محمد صلاح، لازم تشوف تريزيجيه، لازم تشوف مرموش، لازم تشوف مصطفى محمد، لازم تشوف المجموعة اللي بتلعب دي كلها، نشوفها بقى يعني على المفروض على اكمل وجه علشان يعني تقدر تلعب ماشي لو كل واحد لو كل واحد الجمعة. من لعيبه منتخب مصر يعني ادى اللي عليه وزياده شويه ممكن نروح في حته كويسه بالظبط ممكن هو ده. وزياده شويه آه. ما نبقاش مثلا في اثنين ثلاثه يعني احنا في افريقيا هي دي الرساله اللي على فكره آه. عايزها عايزة توصل في افريقيا يا اسلام فضل. كان في دايما اثنين ثلاثه مش مش في حالتهم فكان دايما آه. واضح ان عندنا شورتج في حاجه كده صغيره يعني, يعني عارف انت الناحيه الهجوميه مثلا مصطفى ما كانش فايق مرموش ما كانش فايق تمام واحد نص ملعب ما كانش فايق فانت دايما عندك اثنين تلاتة في ملعب في مشاكل في الح... في الحته بتاعتهم فعشان كده ممكن تكون ظهرت بشكل مثلا مش افضل حاجه بالنسبه لمنتخب مصر أوكي. عشان تبقى تروح في ماتش السنغال اللي هنا في القاهره في حته كويسه لازم كل يبقى فيه. كله يبقى فايق كله ان شاء الله يبقى كله فايق كل يعني كل اللعيبه بلا استثناء بقى ما دي سالتنا للناس ان احنا عايزين كل اللاعبين بلا استثناء ان هم يكونوا فايقين طبعا ما هو انا عشان اكسب منتخب زي منتخب السنغال ومكسب أنا بالنسبة لي 1-0 هيبقى مش هيبقى مريح. لا 1-0 يبقى يبقى عالمي. يبقى مريح. والله. اه <applause> على فكرة والله مش صعب. <applause> <صح. تصفيق> لكن أنا قصدي أقول لك إن إيه لا طالما عندي كده أصل أنت عالك. تقدر تدافع هناك كويس. اه يعني بص أنت منتخب مصر تقدر تدافع وتلعب على محمد. حتى لو ما... لو كسبت 1-0 هنا مثلا هنا. هناك الدفاع هيبقى سهل بالنسبة لك أنت يعني حتى لو أنت يعني لعبت بال... بتسع مدافعين ولعبت بصلاح بس راس حربة لوحده وقفلت مساحات وما اديش ما اديتش فرصة ليهم أن هم, هم يشتغلوا ممكن تطلع بنتيجه جيده ممكن لكن الاهم انك تطلع هنا بنتيجه جيده هو ده الاهم صح أنا بس عليك. الازمه في ايه يا اسلام الازمه في ان انت لو لعبت هنا جيم مفتوح هيبقى هيبقى الماتش صعب جدا علينا جيم مفتوح هنا في القاهره قدام السنغال هيبقى ماتش صعب جدا علينا فانت تلاقي 2-0 ليفربول لا خلاص كده تمام خيال الماتش خلص اه مع ان انا انا بحب ارسنال يعني بس كلنا بنحب ارسنال آه. بس كنا صراحة. ايام بقى تيري هنري تيري يعني و... وباتريك فيرا و... وباتريك فيرا ما هو باتريك فيرا اللي ضيع من 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 مانشستر سيتي صح, صح. نقطتين مع كريستال بالاس صح اتفضل صح. ف فانت ال... الازمه كلها انك يبقى الجيم هنا مفتوح مع فرقه السنغال لازم تلعب بحذر شديد آه. جداً. طبعا طبعا يعني حذر شديد وتعتمد على السرعات ولازم الاثنين اللي قدام الثلاثه اللي قدام يكونوا فايقين بشكل كويس قوي لازم يكونوا في معدلات اللياقه البدنيه بتاعتهم يعني وجاهزين يعني تريزيجيه انا سمعت ان هو مصاب لا مصاب حاجه في ظهره ان شاء الله يرجع الله يلعب ماتش تعالي. قبل الم... صلاح النهارده برده الحمد لله نزل الحمد لله نزل يعني تمام فلازم يبقى في 100% كل اللعيبه في الملعب آه. عشان تقدر تعمل جيم كويس مم. الاول لازم تعمل جيم دفاع كويس قوي أوي، أوكي. تمام تاني حاجه النقله بتاعت الحته الهجوميه الهجمات المرتده هيلعب على الهجمات المرتده السريعه ولا هي... ولا هيشتغل ضغط عليهم ما اعتقدش تمام اعتقد ان هو هيلعب بنفس السيستم اللي لعب بيه احنا ممكن نقول هيعمل ايه هناك لكن هيعمل ايه هنا دي اللي لسه عايزين نشوف كارلوس كيروش بقى م... نشوفه كمدير فني كبير وقوي وله اسمه نشوفه في هذه الموضوع. بص هو هو نفسه تصريحاته كلها بتتكلم او كانت بتنبني على الماتشين دول يعني هو تصريحات كارلوس كروش ويمكن كان له تويتر برضه النهارده بيتكلم برضه عن الامال والطموح والرغبه في في المكسب والفوز كلها حاجات تحفيزيه اكيد اكيد وضع طبيعي فاعتقد ان هو يعني راسم بشكل كويس جدا وعارف هو يعمل ايه وعارف مين اللعيبه اللي هيعتمد عليها ومين كمان اللعيبه الاحتياط اللي ممكن تكون موجوده وتنزل كمان داخل الملعب هو اكيد راسم سيناريو الماتش خاصه احنا لسه كنا بنلعب السنغال من حوالي شهرين تقريبا يعني تمام في فاينل افريقيا فاعتقد ان هو عامل ترتيبات حاطط في دماغه هيلعب ازاي وباني شكله وباني طريقه بس انا مش عايز يعني ان ان كل ان احنا بنلعب في مصر يبقى الموضوع مختلف بالنسبه لمستر كاروس كروش ان احنا بنلعب في مصر فبالتالي هنلعب بشكل مختلف عما لعبنا في افريقيا لا لازم يبقى برده التحفظ الدفاعي موجود وجهة طبع نظري طبعا التحفظ الدفاعي موجود التامين في نص ملعب موجود بشكل كويس ونعتمد برضه على جماعه المرتده السريعه مش عيب مش عيب انك تلعب بالشكل ده بيلعب كده مش عيب اه مش عيب مين كل فرق كتيره جدا امبارح اتلتيكو مدريد كان بيلعب بنفس الطريقه قدام مانشستر يونايتد بنفس الشكل وقدر انه يوصل ويكسب 1-0 على ملعب مانشستر يونايتد وخرجه من بطوله من التشامبيونز ليج فانت النهارده وارد جدا ان تكون دي الطريقه اللي تقدر تكسب بيها او تقدر يطلع بيها شكلك كويس انما المجازفه الهجوميه وانك بتلعب في استاد القاهره فبالتالي هتلعب جيم مفتوح اعتقد هتبقى صعبه عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه او المباراتين الحقيقه المباراتين اصعب من بعض الحقيقه ربنا يكرم وان شاء الله تكون بداية جيدة أو نصل إلى كأس العالم من خلال هذين المباراتين، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا بلال، بلاخل. استمتعت بوجودك معانا. ربنا يخليك يا رب تسلم. شكرا, شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن أحمد بلال، هنطلع فاصل وبعد الفاصل أحمد إيشو وأيمن جلبرتو هنتكلم أيضا ولكن بشكل فني ومن خلال الشاشة كالعادة زي ما حضراتكم متعودين معانا بعد الفاصل إيشو وجلبرتو. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره ازيك ايشو <applause> كله تمام؟ كله تمام الحمد لله ازيك يا ايمن كله كويس؟ كله بول <applause> الحمد لله خليني الاول اعرف رايكم في المباراه القادمه مباراه الاهلي والمريخ مباراة الأهلي والمريخ مباراة فاصلة بكل معنى الكلمة. نعم. يعني احنا دلوقتي المباراة دي هي اللي بتحكم بقى مصير الأهلي، احنا دايما بنقول إن الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وحامل اللقب ومرشح الأول في البطولة. أوكي. بس الكلام ده لازم يترجم بأفعال بقى بأقدام اللعيبة وعرقهم في الماتش اللي جاي اللي هم مفيش إجهاد، مفيش أي عذر أو يعني مبرر لسوء الأداء والنتيجة، احنا هنا منتظرين أداء ونتيجة، أداء تقول لكل الفرق إن هو اللي حصل بس يعني إيه. ممكن اي سبب الاسباب اللي فاتت وطبعا في تقصير من اللعيبه ان انت اربع نقاط من اربع مباريات ده اداء طبعا مش متوقع ابدا منهم من الجيل ده بالذات لأنه فعلا الجيل ده انا واثق فيه ان هو ان شاء الله هيستعيدوا تاني التاهل فرص التاهل ما زاد في ايدينا يعني احنا بعيدا عن حسابات طبعا هيبقى لنا ايمن دلوقتي لكن ست نقاط احنا في ايدينا نصعدوا بغض النظر بقى عن اي حسابات ثانيه يعني فان شاء الله التاهل بايدينا في يعني بالحسبه بقى بتاعه ان انت تقدم اداء جيد وتفوز بدل ما انت بقى سجلت هدفين الماتش اللي فات ورجعت تاني ضمنت المباراه هنا نفس الفكره كده مم. ان انت واثق ان انت الافضل وانت مم. فعلا الافضل مم. لما انت يعني تراجعوا هما في اول مباراه واحنا يعني في اول 34 دقيقه بالظبط كنا مسجلين 2-0 وقلنا بقى ده في حفله ان شاء الله النهارده لكن للاسف اللعيبه ما قدمتش يعني ما كملتش على نفس الاداء ده فبالتالي التراجع ده خلى الفرقه الثانيه مديخ تتعادل معانا لغايه ما مع عامل السوليه سجل هدف الفوز فاحنا مش عايزين بقى التراجع ده مم. يعني احنا اجمالا في البطوله احنا طبعا متراجعين باداء ما قدمناش المتوقع مننا لكن ان شاء الله نستعيد يعني ايه المتوقع مننا ان شاء الله ونفوز الماتشين الجايين. أه لا ماتش المريخ يعني فعلا هو ماتش فاصل أه للاسف نتائج المجموعه ما خدمتناش أه طبعا الماتش اللي عمل لنا ازمه في البطوله يعتبر هو ماتش سان داونز اللي كان هنا في القاهره ده اللي لخبط الحسابات كلها ولخبط لنا الامور ولكن دلوقتي الحمد لله يعني النادي الاهلي عنده كان بعض كده من الوقت الفريق أنه هو يعمل استشفاء ويعمل راحه عشان خاطر فكره الاجهاد الصعبه وضغط المباريات الرهيب اللي الفرقه يعني لعبته في الفتره الاخيره مع بعد كاس الامم الافريقيه دوري دوري ابطال كاس عالم انديه قبليها بطوله العربيه موضوع صعب جدا وحتى الحسابيه ما نقدرش نقول يعني في ناس بتتكلم يا كابتن اسلام اللي هو ايه آه طب ما الاهلي اه كان فيه تسعة لعيبه او 11 لعيب في كاس العرب طب ما كان في لعيبه هنا مريحه شهر ما في الكوره ما فيش الكلام ده ما ينفعش يبقى عندك لعيبه مضغوطه ودي من القوائم بتاعتك وكمان هنا لعيبه لسه تقريبا بتعمل لها زي مراحل اعداد ما ده كل ده بيبقى في لخبطه واكيد بيتاثر بيه الفريق فلا المباراة المريخ هي يعني مباراه فاصله ان شاء الله اليومين دول يعني هم ما كانوش طبعا ما عندناش ايام فترات راحه كبيره ولكن نقدر يوم ويوم استشفاء فبس اللعيبه كده تشم نفسها وان شاء الله مباراه المريخ دي تبقى بدايه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا يعني يقول لكل المنافسين ان لا احنا موجودين بقوه مرشح الاول والابرز شفنا كل المجموعات يا كابتن اسلام النادي الاهلي هو افضل فريق في كل ال 16 فريق اللي موجودين بكل ما تحمله الكلمه من معنى الافضل سواء كقائمه كمستوى فني كاداره فنيه الترجي راجع بشكل افضل سان داونز هو مرشح قوي جدا هو يعني يوصل لمراحل ابعد غير كده بقيه الانديه يعني بنتكلم في مستويات متقاربه فان شاء الله مباراه المريخ تخلص على كل الامور والاهلي ان شاء الله تبقى دي خطوه لحد مباراه الهلال ما بعد مباراتين السنغال ونقول مبروك للنادي الاهلي التاهل ان شاء الله, <applause> إن شاء الله. <applause> توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ السوداني خليني اقول لحضراتكم صابر وراضي على تويتر صابر ورادي ان شاء الله 4 0 للاهلي <applause> ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله للمهاجم عبده سمير زهران مساء الخير يا كابتن اسامه اتوقع فوز الاهلي ان شاء الله 3-0 شريف والسلاوي وعبد القادر تمام يوسف حامد بيقول احنا لينا فتره بنلعب ماتش حلو وماتش وحش ماتش المريخ هيبقى في خانه الحلو باذن الله يعني <applause> الماتش ست... اللي فات كان هو الوحش متوقع 4-1 اه ابراهيم صلاح بيقول 3-0 الاهلي ان شاء الله هدفين شريف واحمد عبد القادر ماشي احمد سمير مساء الخير يا كابتن مساء الفل ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي أحمد فتوح بيقول إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الأهلي 2-0. ثقتنا في ربنا وفريقنا ورجالتنا كبيرة جدا. الله المستعان. أحمد أبو تركي المعقلي البلوي تمام 3-0. للأهلي إن شاء الله هنكون مباراة جيدة وكبيرة وعودة المارد الأحمر بقوة للبطولات. كريم حسن أبو عويس مساء الخير عليك يا كابتن إسلام هنكسب 3-0. ماشي احمد عبد القادر وشريف وقفش كويس مؤسس طيب ان شاء مؤسس فرسان الثالثه شمال الثالثه 74 ان شاء الله الفوز للاهلي 3 1 صالح عنتر طه بيقول الاهلي 2 0 باذن الله رجاله الاهلي وقت الجد حاضرين ابراهيم شريف محمد شريف وتو وقفش هنكسب 3 0 ان شاء الله خالد فرحات بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 2 0 والبطولة أهلوية إن شاء الله عندي عدد كبير جدا من الأصدقاء اللي بعت لنا ولكن خلينا نروح برضو لتويتر أو أنا آسف للإنستجرام نشوف برضو على الإنستجرام أحمد بيقول بإذن الله هنفوز 3-0 بيرسي تاو المصاب هيسجل موضوع بيرسي <applause> تاو <applause> ده أصله ماشي آه آه مادل 9 7 6 إن شاء الله نكسب 4-0 مش عارف أنا إيه موضوع 4-0 و3-0 ماشي فانز طاهر حلو. بيقول نعم تفاؤل حلو تفاؤل حلو طبعا ان شاء الله 3 0 محمد بيقول للاهلي ان شاء الله 2 0 احنا راضيين باي نتيجه ربنا يكتبها لنا بس ان شاء الله نفوز دي بنت الاهلي حلويه ملك ملاك محمد بيقول فوز الاهلي 2 0 ان شاء الله مهند هشام بيقول الاهلي 2 0 او 3 0 علي معلول ماشي 1 0 للاهلي قنوع ان شاء الله 3 0 ادي قنوع دي غلط مزاجه بيقول 3 0 ان شاء الله الاهلي يفوز 2 0 للمخيف شريف شريف هنكمل بس ناخد برضو على الفيسبوك فيسبوك طب الفيسبوك كتير قبل. جدا فخليني هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل برضو مع حضراتكم ابعتوا لنا توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ هنرجع برضو نسمع راي ايشو وايمن جيلبرتو ولكن بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين ايشو هل ستؤثر هزيمه سان داونز على النادي الاهلي يوم الجمعه لا ان شاء الله بالعكس هتبقى دافع ان انت يعني الهزيمه يمكن احنا ما عندناش مشكله مع الهزيمه بره مصر المشكله في الهزيمه اللي كانت هنا طبعا هي اللي كانت مفاجاه وغير متوقعه مفجأة ابدا مفاجاه وغير متوقعه بس انت كنتش وحش بالظبط اكيد على الرغم من كده لكن هناك لك بالعكس انت اتغلبت لأن... كنت وحش فعلا يعني فعلا الهزيمه هناك مستحقه يعني خلينا نكون واقعيين طبعا طبعا فعلا وهم اصلا يعني انا بقول ان هم فعلا كانوا عاملين اعتبار قوي وكانوا خايفين مننا بجد كرويا ان هو صن من الفرق اللي هي دايما بتستحوذ على الكوره داخل وخارج اراضيها يعني احنا شفناهم السنتين احنا تخطيناهم هنا من دور ربع النهائي كنا هم هم افضل بيلعبوا أوه. بيلعبوا مستحوذين دايما صحيح. هم الاخطر في معظم الفترات المباريات لكن هم المره دي تعلموا درس هو استبلك الكوره خالص هو مهتم ده. ان هو ما يستقبلش اهداف اكتر من يهتم ان هو يسجل اهداف صحيح. هو دول بس يعني خطف مع ان احنا كنا بحركه قبل كده قبل الماتش قلنا الكرات الثابته والركنيه للاسف مع اول ركنيه استقبلنا هدف فطبعا كان في طبعا اكيد في اجهاد بس في عدم تركيز برده ده يعني اللي حصل حصل خلاص لكن ده هيكون دافع طبعا لينا في الماتش اللي, اللي جاي. جاي اكيد طبعا انت خلاص انت هنا مش بس هنا عشان بس حسبة حتى الصعود حسبة ان يعني انت تكون بتستعيد هيبة الفريق لانه الفريق ده لما احنا بنقول يعني معظم الناس المتوقعه متوقعه سكور كبير ثلاثه واربعه وان شاء الله اكبر من كده آه ده ليه؟ الناس اصلا مش بس بتفكر في الماتش ده يعني انا مش انا مش مهتم ان انا احفل مثلا على صديق السوداني ان انا كسبته ثلاثه وأربعة انا مهتم ادي رساله لكل افريقيا ان هو لا يا جماعه انا جاي بدافع عن لقبي وان شاء الله اخد الثالثه على التوالي مظبوط فاذا ده مش هيحصل الا بسكور بتستعد به الهيبه <applause> وده بيحفظ لك زي البطولتين دول ما هما بيبقوا كده ارث كارو زي ما بيسموه يعني بيبقوا تاريخ بيديك ثقة وبيخوف الفرقة الثانيه حتى الفرقة التانية دي سان داونز ولا الترجي ولا الوداد بيبقى عامل لك حساب، عامل لك حساب ان هو مش هيدوش عليك كرويا حتى لو هو شافك انت اقل منه كتير كرويا في ملعب في وقت المباراة انت كنت تكون في لحظات انت فعلا ضيع كرويا لكن التاريخ ده بيدي هيبة فبرضه الماتشات اللي انت تفوز بيها سكور أربعة وخمسة وستة بتدي هيبة داخل البطولة نفسها ده من نسمع. يعني احنا نسمع احنا سان داونز نفسه ده ايه اللي عمل له هيبة؟ ان هو كل شوية بيكسب ستة وبيكسب خمسة وبيكسب برة أرضه فده اللي بيدي الثقل لمواجهه الفريدة فلازم الناس متوقعه ومتفائله بسبب كده ان احنا عايزين مش مش عشان المريخ لا عشان البطوله كلها مستقبل البطوله كلها طيب ناخد اربع خمس تعليقات سريعا جدا طاهر بيقول 3 1 للاهلي باذن الله داليا الكابيتانو بتقول مساء الخير يا كابتن اهم من الطاقة احب ابعت رساله للعبت الاهلي لن نقبل اي تهاون انتم تلعبون في اعظم نادي في الكون ابذلوا كل ما لديكم من جهد وكونوا رجال كما عهدناكم جمهوركم يثق بكم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين طبعا رساله واضحه محمد صلاح باذن الله يا كابتن مصر نفوز 3-0 برجاء ترد عليا طيب ارد عليك ماشي انت هنكسب 3-0 ارد اقول ايه ان شاء الله ان شاء الله البدر المنير صح 3-1 انت عمري 2-1 احمد ابو تريكه هدفين للاهلي هاني فليكس ان شاء الله 2-0 كيمو بيقول 2-0 ان شاء الله ناصر ديفل 3-0 ايمن الوقاد 4-0 اه من الواضح ان الكل بيذهب ده كان على تويتر بالمناسبه الكل بيذهب الى آه ارقام كبيره وسكور كبير يعني لو ممكن في الـ طبعا لو عرضنا تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي والمريخ السوداني ده برضو بيدي نوع من انواع الدفع ان الناس تاريخ المواجهات النادي الاهلي كبير جدا وفي فرق كبير جدا في المواجهات يعني بنتكلم في تسع مرات الاهلي والمريخ اتقابلوا الاهلي كسب ست مرات مقابل م. مره واحده المريخ التعادل في, في مرتين وخساره النادي الاهلي خسر مره واحده يعني زي ما بنقول النادي الاهلي سجل 19 هدف واستقبل تسع اهداف فطبعا في فرق كبير جدا لو بنتكلم في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين الموسم الماضي حتى النادي الاهلي كان قدر في مباراه القاهره ان هو كان كسب 3 0 اعتقد والاياب حتى لما الاهلي تاخر 2 0 قدر ان هو يرجع 2 2 فتاريخ المواجهات بيبين الفارق ما بين الاهلي والمريخ طبعا احنا بنتكلم ان في ارض الملعب وحاله الملعب الكوره زي ما حضرتك عارف كنجم كبير الفوارق دي ممكن في لحظه الكوره تتغير اه لكن لازم زي ما احمد قال ان في حاجات كده لا التاريخ النهارده ده بيفرق ان انت لما بتكسب ثلاثه او اربعه في الفرق يعني المريخ السوداني يعتبر التصنيف الرابع في المجموعه السنه دي طبعا هو فريق متطور جدا لكن هو اه لسه كنت هقول لك هو متطور تطور جداً. بشكل كبير وجوده في مصر افاده والمعسكر اللي عملوه واضح جدا ان هم حافظين ملعب الاهلي والسلام ف لا فالنهارده النادي الاهلي اعتقد هي فرصه ان هو يعني نقول كده انها تبقى استفاقه افريقيه يحقق المكسب وبنكسب بنتيجه كبيره خصوصا ان خلاص الفريق دي اخر مباراه لي بعد كده هنقعد حوالي عشر ايام كلنا مركزين مع المنتخب وبعض اللعيبه هتقدر تاخد راحه وبعد كده اللعيبه الدوليين هيبقى عندهم المهام بتاعتهم فيعني هي فرصه ان خلاص دي اخر مباراه وزي ما قلنا يعني هنستعرض بعد شويه ان هي فعلا مباراه فاصله في مشوار الاهلي الموسم ده في دوري ابطال افريقيا لانها فعلا لا تقبل القسمه على اثنين باي حال من الاحوال طيب طب يلا وريني هتقول لنا ده ازاي آه يعني احنا لو بنتكلم على الفرص النادي الاهلي في أوه. البطوله من خلال المباراه دي بعيدا عن المباريات الاخرى فوز الاهلي في المباراه دي خلاص بيديك خطوه ان انت هتتاهل في حال ان انت فزت كمان على الهلال آه السوداني في المباراه الاخيره لو افترضنا ان الهلال آه كسب, كسب سان داونز او حتى لو خسر فانت تكسب المريخ إيدي. تكسب الهلال خلاص انت الموضوع في ايدك تاهلت بنسبه 100% لا قدر الله حصل تعادل هتبقى انت مضطر تستنى اخر مباراه امام الهلال السوداني عشان تحقق المكسب عشان خاطر تتاهل. للاسف الخساره بنتيجه 1-0 او بنتكلم حتى 2-1 مثلا خساره بالنتيجه دي تعني ان انت بره البطوله حتى لو كسبت الهلال السوداني, السوداني. لان ممكن لو دخلت في حسبه المواجهات المباشره مع المريخ وقتها المريخ هيتفوق بفكره الهدف خارج الارض. هدفين فوقتها انت حتى لو لا قدر الله في خساره وفرق فرق الاهداف تكلم بقى خساره اللي هي 4 3 و يعني وان شاء الله دي ما نروحلهاش يعني مش عايزين نروح لسيناريو الخساره عايزين نخلينا في السيناريو اللي هو بتاع المكسب لان المكسب ماتشين يصعدونا خصوصا ان كمان الهلال نفسه والمريخ لسه عندهم امل ان هما الاثنين يصعدوا ويخرجوك انت وسان داونز بره خالص الجيم ده في حاله استثنائيه خالص ان العجزة. هم العجزة يكسبوا سان داونز هناك وفي السودان والاهلي لا قدر الله يخسر الماتشين فهو فيلم كده اتلعبت كله بسبب نتيجه ماتش سان داونز اللي للاسف احنا كنا افضل بكتير من سان داونز كان عندنا فرص ولكن آه. حظنا ما كانش كويس والفرصه الوحيده بتاعت سان داونز هي جول. اللي, اللي دخلت هدف مباراه كان عن مباراه مصر اه طيب. مباراه مصر فهي دي اللي لعبكت الدنيا فان شاء الله احنا في السيناريو اللي احنا نتمناه هو سيناريو ان احنا نكسب المريخ، نكسب الهلال، نتأهل بدون اي تفكير في اي نتائج اخرى باذن الله ان شاء الله. ايشو اخيرا لو هتقول لنا التشكيل المتوقع من وجهه نظرك طبعا. التشكيل المتوقع في احتمالين، يعني احتمال لو في لا فيه... من وجهه نظرك اه موجود أنت وجهه انت قاعد مع اللعيبه هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم له <applause> <applause> لا لا ما اعرفش ما... جاهزيه آه... <applause> كريم فؤاد حسب كريم. لو كريم فؤاد هاني للاسف احنا مش جاهز يعني بنسبه كبيره لكن بس ك... موجود في التمرين يعني يا رب في هو لو, تمرين. هو جاهز يعني 100% يلعب يبقى احنا نبدا 4 2 3 1 اوكي ففي الحاله دي طبعا يبقى موجود هاني او كريم فؤاد لان اصلا احنا اصلا لعبنا هنا اصلا في ماتش المريخ لعبنا كده بالشكل ده 4 2 3 1 بوجود طبعا يعني الشناوي طبعا الاستعاد يعني جزء كبير جدا من مستواه في الماتش اللي فات انقذ هدفين مؤكدين بعدين عندنا كريم فؤاد محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومعلول اثنين ارتكاز بتوعنا يكون عمرو السليه واليو ديانج وقدامهم قفشه كرقم 10 لان يعني احنا عايزين اصلا كل الاربعه اثنين اصلا اه عشان 10 ده هو ده المهم بصراحه <applause> يعني هو قفشه بيفتقد كتير جدا من مستواه لما يكون على الطرف فقفشه وي... آه واحمد عبد القادر بصراحه لان يعني برضه بيرسي تاو بعيدا عن موضوع الاصابه اللي هو مش اللي مش اصابه دي خالص لكن انا بتكلم هنا على فكره ان هو يكون ما كانش في مستواه اه انا معاك بعد, طبعًا الاصابه طبعًا طبعًا مع انه عمل اسيست اصلا في ماتش اللي هو المريخ هنا يعني عمل اسيست الهدف الاول بس احنا لا مش مش مقتنع لغايه دلوقتي بيه بعد العوده من الاصابه ان شاء الله يستعين مستواه بس احنا في الماتش ده احنا عايزين اللي هو اللي جاهز 100% ان شاء الله فمعنا شريف او وطبعا طاهر او الشحات حسب بقى ما يتم اختياره يعني في الماتش ده ايوه يعني أنا طبعًا أميل إن الماتش ده نبقى 4 2 3 1 برضو اللي هي الطريقة المعتادة بتاعتنا، آآ الشناوي آآ كريم فؤاد لو هو اللي جاهز 100%، عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، أعتقد الأفضل إن أختلف مع قيشو في حاجة واحدة بس إن حمدي فتحي وأليو ديانج يبقى هو البداية ليهم وعمرو السولية يبقى موجود مريح هو اللي مريح على الدكة. بحيث ان كده كده قفشه يبقى موجود هو رقم 10 ومعاه احمد عبد القادر وممكن لويس ميكيسوني يعني اعتقد السرعات ممكن في الماتش ده ان احنا نحتاجه لان أه لويس ع... بعد ما تالق قعد يعني, يعني. فإن شاء الله ان شاء الله يرجع يعني في الماتش ده لان زي ما شفنا دفاعات المريخ السوداني سهل جدا ضربها بالسرعات يعني هم <applause> تمركزاتهم الدفاعيه سيئه <applause> شرحنا طبعا مع حضرتك في حلقات كتير وزمايلنا كريم واحمد ثابت برده بعد مباراه الاهلي <applause> والمريخ شرحوا ازاي ان فريق المريخ تمركزاته الدفاعيه فيها مشاكل وده ظهر في ماتش الهلال اللي كان في السودان والخطا اللي الهلال قدر يكسب بيه بهدف طبعا <applause> المهاجم محمد شريف وده ارقامه لو برضو اخيرا نستعرضها في البطوله يعتبر هداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا من ست ماتشات اجمالا الراجل مسجل ثلاث اهداف ما صنعش عنده محاولات النجاح على المرمى نكلم سته من عشره فده رقم مميز جدا دقه تمريرات 51 من 73 اجمال مراوغات 2 من 6 ف ده هداف الفريق فهو طبعا الافضل ان هو يبقى موجود واعتقد حتى ممكن يعني ان شاء الله لو هو قدر يستغل المباراه دي بشكل جيد وجاب اكتر من هدف هو محتاج ان هو يبقى موجود في المنتخب في ماتش زي ماتش ماتش السنغال هو محتاج دي أنا سنه شريف من نوعيه اللاعبين اللي نفسيا الامور دي بتفرق معاهم فان شاء الله تبقى المباراه دي بوابه ليه يعني هو مش محتاج يثبت حاجه شريف هداف الدوري هداف النادي الاهلي سجل عدد كبير جدا من الاهداف وهو موجود في حسابات كيروش ولكن ممكن يكون مش المهاجم المفضل لطريقه اللعب ولكن هو ان شاء الله مباراه المريخ تبقى بوابه ليه ان هو لا يبقى مهاجم مصر الاول او في الاختيار الرئيسي لكارلوس كيروش في مباراتين السنغال باذن الله إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة في هذه المباراة صعبة جدا جدا إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا أنا بشكرك جدا أيشو شكراً على وجودك معانا شكرا جزيلا أيمن على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا حلقة نهاية الإسبوع إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير